أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة عندنا Lecture 5 في الكارديو فاسكولار في الهارت، وهي خاصة بالكاردياك سايكل، وهي من أهم الحاجات في الهارت، لكن في نفس الوقت هي سهلة جدا إمتى إذا درسناها بطريقة معينة. فعش كده من فضلك عاوزك تاخد بالك معايا، لأن دي يعني موضع كثير من الأسئلة النظري والمالتيبل شويس والشفوي، ولا يمكن هتفهم هارت وتتعامل معاه كإكلينيشن من غير ما تفهم الكاردياك سايكل. فهنتوقع الله ونبتدئ الكاردياك سايكل. والكاردياك سايكل بتمثل الإيفنتس، الأحداث اللي بتحدث في الهارت مع كل دقة قلب. أو كلام شكله إيه؟ شوية عاطفي. يبقى الأحداث اللي بتحدث في الهارت with each heart beat. خلاص، ده اللي هو معنى الكاردياك سايكل. طيب نتوقع الله ونبتدئ. دلوقتي لو احنا فرضنا يا ولاد، نظبط بس التظبيط بياخد شوية وقت. لو احنا فرضنا ان الهارت ريت بتاعك during rest 75 per minute، فهيبقى مدة السايكل 0.8، يعني 8 من 10 من الثانية. ده امتى؟ يعني المدة دي مش ثابتة الا لو اعتبرنا ان الهارت ريت بتاعك 75 per minute. طيب تعال نشوف السايكل. اول معلومة مهمة جدا احب انكم تعرفوها، من وجهة نظر الاتريا تختلف تماما عن من وجهة نظر الفنتكلز. دي اول معلومة. فالاتريا بيعمل السيستول اي الانقباض البامبينج بتاعه في 1/10 بالثانية، ويريح الدياستول 7/10 بالثانية. بينما الفنتريكل يا ولاد بيعمل السيستول بتاعه في 3/10 من الثانية، والدياستول في 5/10. طبعا انا كاتبها لكم بطريقه سهل جدا انك تحفظها. يبقى دلوقتي هم اعداد فرديه، لو خدت بالك 1 3 5 7، اللي في النص بتوع الفنتكل، اللي في الطرفين بتوع الاتري. وبعدين ملحوظه طريف، انت لو جمعت 0.1 مع 0.7 تطلع 0.8، ده بالنسبه للاتري. بالنسبه للفنتكل 0.3 مع 0.5 تطلع برضو 0.8. يبقى أول معلومة إن السايكل بتختلف من وجهة نظر الإتريا عن من وجهة نظر الفنتكل، ودي أول حاجة ممكن تخليك ما انتش فاهم القصة. مدة السيستول والدياستول بتوع الإتريا يختلف عن مدة السيستول والدياستول بتوع الفنتكل. فالإتريا الصغير افتكرها كده، اشتغل فترة قليلة 0.1 ويريح 0.7، المجموع 0.8. الفنتريك الكبير يشتغل يعمل سيستول يعمل بامب 0.3 ويريح 0.5 وتجمعهم برضو 0.8. تاني نقطة ولا تقل أهمية يا ولاد، وعاوزك تركز معايا قوي، وتدل ان السايكل من وجهة نظر الاتريا تختلف تماما عن الفنتريك. بينما الاتريا بيبقى في حالة سيستول عشان يضخ ال 30% اللي فاضلين فيه للفنتكل، لان الفنتكل بنفسه يا ولاد بيسحب 70%، ده قلناها قبل كده. عشان كده قلنا ذا مين فانكشن اوف اتريا از بلاد ريزرفوار، هو بيضخ 30 اللي فاضلين بس. فبينما الاتريا بيبقى في حاله سيستول، بيبقى الفنتكل في حاله داستول. يبقى ده بيعمل سيستول وده بيتلقى الدم في حاله داستول. لو طالب تصور للحظه ان السايكل من وجهه نظر الاتريا هي نفسها من وجهه نظر الفنتكل، عمره ما هيفهم كاردياك سايكل. وانا سقت مثالين على ذلك بالمده. الاتريا 1/10 7/10، الفنتكل 3/10 5/10. يعني مده السيستول والدياستول في الاتريا غير مده السيستول والدياستول في الفنتكل. تمام، ايه الاهم؟ المثال الثاني كان اهم. بينما الاتريا في حاله سيستول، بيبقى الفنتكل في حاله داستول. اوعى تنسى الارقام. لو الهارت بيت 75 بير مينيت، يبقى ذا ديوريشن اوف ذا سايكل 0.8
وبعدين الاعداد الفرديه في الصلاه الفرديه لطيفه 1 3 5 7 كله بوينت طبعا 1 من 10 3 من 10 5 من 10 7 من 10 الطرفين دول بتوع الاتريا 0.1 و0.7 دول بتوع الاتريا 0.3 و0.5 بتوع الفنتريكل ده اول جزء في دراستي الجزء الثاني طيب ايه وظيفه السيستول وايه وظيفه الداستول السيستول مش هساله لك لانه مفهوم السيستول يعني كونتراكشن يبقى هنعمل بامب وهي مكتوبه قصادك انما السؤال اللي هتساله في الشفوي في المالتيبل تشويس اللي هو ايه وظائف الداستول يعني الهارت الداستول ده بالنسبه له ايه في ثلاث وظائف للداستول واحد انه في اثناء الداستول بيحصل الفيلينج دي نمره واحد في الفنتكل بيملى في فتره الداستول اثنين بيريح ريست ثلاثة ودي اللي صعبة شوية يا ولاد ان الكورونري بلاد فلو عكس كل الفلو كل الجسم يعني كل الجسم بياخد الدم اساسا كل الجسم بياخد الدم اكتر في فترة السيستول ما عدا الهارت اللي بيدي الدم لكل الاورجنز اكتر في فترة السيستول هو نفسه بيتلقى الدم بتاعه في فترة الداستول ريلاكسيشن وفهمك ليه ادي الكورونري فيسلز لما الفنتكل بيعمل سيستول بيقفل الكورونري فيسلز بيسكويز ذم يبقى مفيش فرصه ان الدم يوصل للكورونري ويغذي عضله الفنتكل في فتره السيستول الفرصه الوحيده انه يحصل في فتره ال داستول خاصه لمين بقى للاوائل خد بالك معايا مين الحته اللي عندها البلاد فلو وحش وقلناها مع الكاردياك سايكل تاني افهم ايه الرسمه دي دي السبطه بتاع الفنتكل وده اللاترال وول بتاع الفنتكل ده اللي جوه يسموه اندوكارديوم اللي بره يسموه ايبيكارديوم اندو يعني جوه وايبي يعني فوق بالمعنى ادي الكوروناري فيسلز بيغذي كل عضله القلب الحته عضله القلب اللي جنب الاندوكارديوم وعضله القلب اللي جنب الايبيكارديوم فرصة عضلة القلب اللي جنب الاندوكارديا انها تاخد دم وحشة جدا في السيستول ليه؟ لان لما الفنتكل بينقبض في السيستول قلنا البريشر بتاع البلاد جواه بيزيد جدا بيوصل 120 يبقى في ضغط رهيب على الاريا دي من عضلة القلب اللي تحت الاندوكارديا صعب جدا الدم يجي لها في فترة السيستول لان الدم بيحاول يروح لها من هنا وفي نفس الوقت ضغط البلد جوه العالي جدا بيمنع تدفق الدم اذا فرصتها الحقيقية انها تاخد الدم فين في فترة الداستول يبقى ليه الاوائل يقول او الطالب العادي الاول يقول ان الداستول مهم فور فيلينج نمرة واحد فور ريست نمرة اتنين فور كورونري بلاد فلو نمرة تلاتة طب الاوائل يقولوا ايه كورونري بلاد فلو مين للمين to the subendocardial area of the cardiac muscle واقول لك معلومه جميله عشان انا بحب اعلمكم طب مش اكاديمي تعليم اكاديمي بس this explains معظم حالات الميوكارديال انفاركشن لما يحصل جلطه في القلب وحته بموت في القلب بيبقى في معظمها subendocardial تحت الاندوكارديوم لانها بطبيعتها فرصتها انها تاخد دم قليله ليه لان لما الفنتكل بينقبض ضغط البلاد جوه التجويف بتاعه بيزيد جدا فبيقلل البلاد سبلاي اللي جاي للساب اندوكارديا فالساب اندوكارديا ريجون بياخد الكورونري بلاد فلو بتاعه اساسا في فتره الداستول ده كان يا اولاد سؤال شافه مهم جدا طيب نيجي للسايكل السايكل انا حتى حاطط لكم على الموقع جدول تاريخي عامله من حوالي مش هقول ايه بقى مش عاوز اكبر نفسي سنين طويله قوي قوي عاوز تصوره نمره واحد بليز وتروح لمكتب تصوير تكبره اكبر تكبير ممكن حطه عندك في الاوضه بتاعتك اللي بتذاكر فيها وطول النهار الاسبوع ده تفوت على السايكل السايكل يا اولاد عباره عن 6 فيز 8 فيزس و8 تشينجز حلوه في الحفظ يبقى 8 8 8 phases and 8 changes طيب يبقى انا هتكلم على السايكل النهارده 8 مرات ففرصه انك انت مش بس تفهمها انك تطلع
مش بس حافظها، almost قرفت من كتر إعادة الكلام، يعني هعيد نفس القصة 8 مرات، بس في كل مرة، في كل مرة في ال8 مرات وأنا بعيد القصة هدور على متغير مختلف. وأدي مثال طفولي، كان زمان وإحنا أطفال يقولوا لنا إيه، يعني باص فيه 20 راكب، في أول محطة نزل 3 وطلع 4، في تاني محطة نزل 5 وطلع 3، في تالت محطة، ويقعد يقول لك بقى محطات محطة، وبعدين نزل كذا وطلع كذا. حضرتك عمال تعد في مين؟ في الركاب. في الآخر السؤال يبقى مختلف تماما، يقول لك هو وقف كم محطة؟ أنت كنت مركز في الركاب بينما السؤال جالك في عدد المحطات. هو دي فكرة السايكل. أنا يا أولاد هحكي نفس القصة 8 مرات، بس حضرتك وحضرتك هتدور على متغير معين، يعني عنوان المتغير انت مالكش دعوه باللي بقوله، انا هقول نفس الكلام بس انت القط المتغير. والسايكل بقول سهله جدا، وفي نفس الوقت امتى؟ لما تدرس بطريقه معينه، لما تاخد بالك من النقطه الصغيره دي، ان القصه بتتقال 8 مرات. طبعا في اول مره هتبقى اصعب قليلا، ان اول مره تسمع القصه، بعد كده هتقرف من القصه. ايوه انا هحكيها 8 مرات، بس انت هتدور في كل مره على متغير مختلف. الاول نعرف اسماء الفيزز الـ8، واقولها بطريقه سهله جدا. اول فيز اللي هو الايتريال سيستول، وشوف هقول نفس الجمل هتحفظها صم. الايتريال سيستول بياخد فيز 1، رقمه 1 ومدته 1/10 من الثانيه، حلوه 3 وحدات اهو. يبقى الايتريال سيستول بياخد فيز 1، هو رقم 1 ومدته 1/10 من الثانية، ده الاتريال ستول. بعد ما خلص الاتريال ستول يا اولاد نبتدي الفنتريكولار سيستول، وده بياخد 3 فيزز وبياخد 3/10 من الثانية. يعني شوف بديك طرق للتحفيظ جميلة جدا هتحفظ معاها وانت قاعد، 3 فيزز وبعدين 3/10 من الثانية. اول فيز اسمها ايزومتريك كونتراكشن، واحنا عارفين يعني ايه ايزومتريك، يعني المقياس ثابت. اشرح لك الاترا سيستول الاول. الاترا لما بيعمل سيستول شرحها سهل جدا، الاترا بيعمل سيستول عارف السايكل برضه تبقى سهله جدا ليه ايديك معاك، عشان كده انا اثرت ان انا اقول الحكايه دي بث مباشر، مع ان دلوقتي هنبتديها تسجيل، وهيبقى طبعا الريزوليوشن هايل في التسجيل لان الداون لودينج هيبقى سهل، بس قلت الداونلودينج والتسجيل فيه عيب خطير لاحظته، ان ما اقدرش استخدم الباك كاميرا والفرونت كاميرا بسهوله، لازم اقلب الجهاز، ودي حاجه مش سهله، مش مجرد تاتش. والحصه دي معظمها في المحاضره اللي هتسمعها معايا دلوقتي بتعتمد على ان ايديك معاك، فانا حبيت اشوفها، عشان كده برغم ان انا within few hours I'm leaving، عندي ميعاد طياره، لكن قلت لازم اقولها لكم بث مباشر لانها مش هتفهمها غير لما تشوف ايديا. فالاترال ستول لما نشرحه في كلمتين، لما الاترا ينقبض الدم هيندفع للفنتريكل، يبقى البريشر جوه الفنتريكل ايه؟ يزيد. بعد كده الفنتريكل ريلاكسس تو اكوموديت ذا بلاد، فالبريشر يقل. ادي كل الشرح في الاترال ستول. تاني كلمتين، الاترا ينقبض فالدم يندفع للفنتريكل فالبريشر جوه الفنتريكل يزيد. ذا فنتريكل ريلاكسس تو اكوموديت دي بامب بلاد فالبريشر يقل. ده الاترال ستول اللي هو تاني اول مره هقول القصه يعني بتفصيلات اكتر عشان تحفظها معايا. الاترال ستول فاكر 3 وحدات بياخد فيز 1 رقم 1 1/10 من الثانية. نبتدي بقى الفنتريكولار سيستول. بعد ما الاترال خلص ستول بيقفل الاتروفنتريكولار فالفز، اصبح الفنتريكل كلوزد تشامبر فيلد ويز بلاد، الفالف قافل اهو، يبقى تشامبر كلوزد ويز بلاد، فهيحاول ينقبض، البلاد لا ينضغط، يعني في الظروف الطبيعيه مش ممكن تضغط سائل. فلما الفنتريكل بيقفل كلوزد تشامبر لان قفل الاتروفنتريكولار فالفز ويحاول ينقبض، البلاد لا ينضغط، وعليه طول العضله حجم الفنتريكل ثابت، عشان كده سموها ايزومتريك كونتراكشن، لكن البريشر بيزيد، الحجم ثابت والبريشر بيزيد. لما يوصل بريشر 80 في حاله الليفت فنتريكل
الارقام دي مهمه جدا في الام اس كيو وهقولها 100 مره و10 في حاله الرايت فنتكل يفتح الاورتيك فالف ويحصل ايجكشن بلاد. يبقى الاورتيك فالف بيفتح عن 80 والبالمونري بيفتح عن 10. يعني في الايزومتريك كونتراكشن ايه اهم كلمتين؟ ان الفوليوم ثابت والبريشر بيزيد. الفوليوم ثابت لان البلاد لا ينضغط، لكن البريشر بيزيد لما يوصل 80 ناحيه الليفت يفتح الاورتيك، 10 ناحيه الرايت يفتح البالمونري. طالب قال لي ما عندكش مثال طفولي تفهمه لنا بيه؟ قلت طبعا عندي مثال طفولي بس عاوز شويه تخيل ان مش حواليا الحاجه اللي انا عاوزها. تخيل انا جبت كوره بلياردو اللي هي الخشب دي وحطيتها في ايدي وضغطت عليها، هل حجم الكره سيتغير؟ لا، الحجم ثابت ايزومتريك، انما الضغط الواقع على الكره لا بيزيد جدا. هو ده الايزومتريك كونتراكشن في اسهل تشبيه. بس بدل ما في كره بلياردو انا حاطط جوه ايدي بلاد، الفنتكل بينقبض وجواه بلاد، خلاص حجم الفنتكل ثابت، بيبقى في هذه الحاله 130، في حجمه 130 ملليلتر، بيحاول ينقبض ما بيتغيرش الحجم لان البلاد لا ينضغط، لكن البريشر الواقع على البلاد بيزيد. لما البريشر يوصل فاكرهم 80 في حاله الليفت سايد، 10 في حاله الرايت سايد، تفتح الفالف. بعد ما فتح الفالف يحصل الايجكشن في مرحلتين، ماكسيمم ايجكشن وبعدين ريديوس ايجكشن. يبقى الاول الايجكشن بيبقى ماكسيمم وبعدين بيبقى ريديوسد، يبقى ماكسيمم ايجكشن ذن ريديوسد ايجكشن. طيب الماكسيمم ايجكشن بيسموه كمان رابيد ايجكشن، هنشرحه بطريقه سهله جدا من اسمه. في الماكسيمم ايجكشن عشان كده قلت انا مهم تشوفني في المحاضره دي، كمية الدم اللي ايجكتد في الاورطة اكتر من اللي بتسيب الاورطة. او شوف هنا 2 هنا 1، يبقى البريشر في الاورطة يحصل له ايه؟ هيزيد. عشان كده حتى سموه ماكسيموم ايجكشن. طب في ريديوس ايجكشن طالب ذكي متوقع اشرحها ازاي؟ الفوليوم بلاد ايجكتد في الاورطة اقل من اللي بيسيب الاورطة، اللي بيدخل الاورطة اقل من بيسيب الاورطة، يبقى البريشر هنا يحصل له ايه؟ هيقل. كده يا اولاد خلصت نص الحكاية اللي احكيها 8 مرات، اللي هو الاترال ستول فيز 1 والفنتريكولار سيستول، خدناهم كام فيزس؟ 3 فيزس. وانا برضو عامل رسومات مش هقول من كام سنه عشان برضو ما اكبرش روحي للسايكل دي. فهنا اهي ادي اول فيز اللي هي الاترال ستول، الاترا بينقبل يضخ 30% من الدم فالبريشر يزيد. بعد كده الفنتريكل ريلاكس اهي اللي هو الدوتد المنقط تو اكوموديت دي بامب بلاد فالبريشر يقل اهي. بعد ما خلصنا اترال ستول نبتدي فنتريكولار ستول اللي هو كام فيز؟ 3 فيزز، تمام، وبياخد 3 من 10 من الثانيه. بعد ما الاترا ضخ الدم قفل الاتروفنتريكولار فالف واوريدي السيميلونر قافله، يبقى الفنتريكل كلوزد تشامبر فيلد ويز بلاد اهي، يبقى هينقبض الدم جوه لا ينضغط، يبقى الحجم ثابت، عشان كده نقولها ايزومتريك كونتراكشن، لكن البريشر بيزيد لما يوصل 80 في حاله الليفت يفتح الاورتيك فالف، الرقم المناظر في حاله الرايت كام؟ 10. فيحصل ماكسيمم ايجكشن او رابيد ايجكشن ثم ريديوس ايجكشن. واديني زي ما شرحها لك اهو، رسومات حلوه قوي وانا حاططها لك على الموقع. في الماكسيمم الدم اللي بيدخل الاورطة اكتر من اللي بيسيب الاورطة، سهمين داخلين وسهم خارج، يبقى البريشر بيزيد. بينما في ريديوز ايجكشن، ريديوز من اسمها، الدم اللي بيدخل اقل من الدم اللي بيسيب الاورطة فالبريشر يقل. كده انا شرحت نص الحكاية، اكمل بقى النص التاني. خلصنا سيستول يا اولاد، نعمل ايه؟ نعمل داستول. 4 حاجات عاوزك تتخيل معايا. الفنتكل خلص ستول، خلاص عمل ايزومتريك كونتراكشن، ماكسيموم ايجكشن، ريديوس ايجكشن، يعمل ايه؟ ده ستول. ايه اصعب فيز في السايكل؟ هو الفيز اللي جايه دي، فيز صغيره بس ملعونه، اسمها بروتو دايستوليك، ما يسبق الدايستول. عاوزك تفكر، فنتكل خلص الايجكشن، ده فنتكل تنس تو ريلاكس، هيحاول بقى ريلاكس، بس الاورتيك فالف مفتوح، فالبلاد تنس تو ريجيرج، تمام؟ الدم هيحاول يرجع. لما الدم هيحاول يرجع، تخيل هيرجع من هناك من عندك كده ناحيتي، انا عندي الفنتكل وانت عندك الاورطه،
لما الفنتريكل يحاول يريلاكس البلاد هيحاول يريجيرج. انا قلت لك ايه اللي بيحصل، الاورتيك فالف زي علامه المرسيدس عنده 3 كاسبس، فاللي هيحصل الثلاثه كاسبس يملوا والاورتيك فالف يقفل. يبقى البروتو دايستوليك فيز هي ذا شورتست فيز ان ذا سايكل. ما بين ايه بقى؟ بص لي هو شبهها لك، ما بين نهايه السيستول والكلوجر اوف اورتيك فالف. ما بين نهايه يعني مش لما بيخلص السيستول الاورتيك فالف يقفل، لا خلص والاورتيك فالف لسه فاتح. امتى بيقفل الاورتيك فالف؟ لما الفنتكل يحاول يريلاكس فالدم يحاول يرجع فيروح مالي الكاسبس، دي اقصر فيز. يبقى البروتو دايستوليك فيز فيز بتوين افتح ودانك end of systole and closure of aortic valve. تاني عشان تعرف قول بنفتكر انت عملتها ازاي. دي شوية اصريت النهارده يبقى بث مباشر عشان تشوفني، بعد كده هيبقى تسجيل هتشوف الورق بس تسمع صوتي. خلاص هحاول بقى ماشي، هنفكر مع بعض وافكروا معايا ازاي تقدر تشوفني وتشوف الورق وهي مسجله بعدين، مش هنفكر دلوقتي. يبقى البروتو دايستوليك از ا فيري شورت فيز، اتس ذا شورتست فيز ما بين الاند اوف سيستول والكلوجر اورتيك فالف. فهمتها ليه؟ وان ذا فنتريكل تنس تو ريلاكس ذا بلاد تنس تو ريجارج ذيس از بريفنتد باي سادن كلوجر اوف اورتيك فالف. ذا فنتريكل تنس تو ريلاكس ذا بلاد تنس تو ريجارج بس ذيس از بريفنتد باي سادن كلوجر اوف اورتيك فالف. طيب دي اسمها بروتو دايستوليك. بعد بروتو دايستوليك يحصل ثلاثه فيزز بتوع الكونتراكشن، ثلاثه فيزز يمثل بدل بقى اما قفل اورتيك فالف رجعت ريما عادتها القديمه، رجع الفنتكل كلوزد تشامبر فيلد ويز بلاد. بدل ما اقول ات كونتراكتس ايزومتريكال اقول ات ريلاكسز ايزومتريكال. يبقى فيها كلمتين، ايزومتريك يعني الحجم ثابت لان البلاد برضه لا تمدد، انما ان الفنتكل بيحاول ريلاكس فالبريشر جواه بيقل. لما البريشر في الفنتكل يبقى اقل من البريشر في الاترا يفتح الاتروفنتريكولار فالز ويحصل نفس الجمل، ماكسيمم فيلينج في ريدوس فيلينج. يعني هناك كان ايه؟ ايزومتريك كونتراكشن وراها حاجتين، ماكسيمم ايجكشن ريدوس ايجكشن. هنا ايزومتريك ريلاكسيشن وراها نفس الاثنين بس بالعكس، ايزومتريك ريلاكسيشن وراها ماكسيمم فيلينج ريدوس فيلينج. تمام؟ يبقى لما قفل اورتيك فالز ذا فنتكل تنس تو ريلاكس، بس الحجم ثابت لكن البريشر بيقل يقل يقل. لما ينزل تحت الاورتيك تحت الاتريال بريشر اللي هو تقريبا صفر، هنا بقى الرقم لطيف لانه على الناحيتين صفر، يعني ليفت سايد يبقى صفر والرايت سايد يبقى صفر، يفتح الاتروفنتريكولار فالفز والفيلينج يحصل في مرحلتين، اول ماكسيمم فيلينج وبعدين ريدوس فيلينج. تعالى بقى اوريها لك على الرسمه يا اولاد. يبقى بروتودايستوليك فيز اهي، البروتودايستوليك اللي هي اول واحده ما بين نهايه السيستول والكلوجر اوف اورتيك فالف، اهو الدم حاول يرجع ملى الكاسبس قافلها، يبقى اتس ا فيري شورت فيز بتوين ذا اند اوف سيستول اند ذا كلوجر اوف اورتيك فالف. قفل بقى الفنتكل كلوزد تشامبر، فبدل ما اقول ايزومتريك كونتراكشن، شوف لذيذه قوي الرسمه دي، يبقوا نزلوهم كلهم، اقول ايزومتريك ريلاكسيشن نفس الجملتين، يبقى ايزومتريك يبقى الفوليوم ثابت، ريلاكسيشن يبقى البريشر يقل. امتى هيفتح الاتروفنتريكولار فالفز؟ لما البريشر هنا يبقى تحت الايه؟ الاتريا، زيرو زيرو على الناحيتين هنا مليمتر مركب، يروح فاتح الاتروفنتريكولار فالفز فيحصل فيلينج ماكسيمم فيلينج او رابيد فيلينج يعادل الرابيد ايجكشن، وراها ريديوزد فيلينج تعادل الريديوزد ايجكشن. الاول فيلينج كتير وبعدين الفيلينج قليل. خلاص؟ طيب هنا بقى في صعوبه قليله. طب ايه اللي بيحصل في البريشر في الفنتكل في الحاله دي؟ تعال نفكر مع بعض. الفنتكل بيحاول ريلاكس وفجاه فتح الاورتيك فالف. في الاول يا اولاد بيبقى ريلاكسيشن اقوى من الفيلينج، لان هو بيسبق الفيلينج، هو بيريلاكس قلل البريشر فتح الفالف بعدين حصل فيلينج. ففي بدايه الرابيد فيلينج بس في بدايته بيبقى البريشر بيقل وبعدين يزيد بسبب الفيلينج. طب خلاص بعد كده بقى بقيه التو فيزز الفيلينج بيزيد بيزود بريشر. يعني تاني اقولها لك باسلوب سهل، انت عندك ريلاكسيشن وعندك فيلينج، فكر معايا بهدوء. الريلاكسيشن يعمل ايه في البريشر؟ يقلل.
طب والفيلينج يعمل ايه في البريشر؟ يزود. هو من سبق الاخر؟ الاول حصل ريلاكسيشن لحد ما اتفتحت فالف عين فيلينج، يبقى في الاول بريشر يقل وبعدين يبتدي البريشر يزيد. ادي الشرح بتاعه. يبقى في الرابيد فيلينج وفي الريديوس فيلينج، في اول الرابيد فيلينج البريشر يقل حاجه بسيطه وبعدين يبتدي في كلاهما هنشوف في الكيرف يزيد. بس فهمت ليه؟ ريلاكسيشن يقلل والفيلينج يزود، ايهما سبق الاخر؟ الاول بعمل ريلاكسيشن البريشر يقل فيروح فاتح الفالف بعدين يحصل فيلينج. ففي الاول البريشر يقل وبعدين يبتدي الفيلينج يزود، البريشر زيادات طفيفه زي ما هنشوفها. يبقى اونا ميك شور ان انت حفظت اسماء الفيزيس، فتعالى نشوف اسماء الفيزيس تاني مع بعض يا ولاد. يبقى اربعه للسيستول واربعه هنحطهم مع الدايستول. سهله جدا حفظ اسماء الفيزيس. الاول يحصل اترانستول، وده بياخد فيز واحد رقم واحد مدته 1/10 ثانية. وبعدين الفنتريكولار ستول 3 فيزيس ايزومتريك كونتراكشن، وراها ماكسيمم اور رابيد ايجكشن ثم ريدوسد ايجكشن. الناحيه الثانيه بص هنبتدي بفيز صغير اهو، بدل اترانستول نقول بروتو دايستوليك ما قبل الدايستول، اللي هو ما بين نهايه السيستول والكلوجر اورتيك فالف، بتوين ذا اند اوف سيستول اند كلوجر اوف اورتيك فالف. قفل اورتيك فالف بيحصل نفس الجمل، بدل ايزومتريك كونتراكشن هيبقى ايزومتريك ريلاكسيشن، بدل ماكسيمم او رابيد ايجكشن فريديوز ايجكشن يبقى ماكسيمم فيلينج فريديوز فيلينج. وبرده بعيد تاني يا اولاد انه الفنتكل بنفسه اما بيعمل ريلاكسيشن بيسحب رقم مهم جدا 70% من البلاد. في بعض الكتب التكست بوكس لما تقرا يقول لك بيسحب 80%، مش هنختلف في دي. معظم البلاد بياخدوا الفنتكل بنفسه، اتبقى في البلاد 30%، لما سحب 70 بقى 30، لو بتحسب 80 يبقى بقى 20، كل واحد حسب الجمع اللي هو فيه سحب الحكايه دي. يبقى في الحاله دي بقى فاضل 30% في الاتر، دول يعملهم الاترال ستول. يبقى الفنتكل بنفسه بياخد 70% والاترال ستول ما هي سايكل، هنبتدي من تاني، الاترال ستول يدق ال 30% اللي فاضلين. عشان كده قلنا ذا مين فانكشن اوف اتريا از نوت تو بامب بلاد، انما بلاد ريزرفوار، نوت تو بامب بلاد لكنه بلاد ريزرفوار. تاني مين شاطر بقى حفظ اسماء الفيزيس؟ في الصغيره وراها ثلاثه شبه بعض، وفي الصغيره وراها ثلاثه شبه بعض. يبقى اترال ستول وراها الثلاثة بتوع الفنتكل، ازومتريك كونتراكشن ماكسيمم ايجكشن ريدوس ايجكشن. وبعدين بروتو دايستوليك نفس الثلاثة بس بالعكس، ازومتريك ريلاكسيشن ماكسيمم فيلينج ريدوس فيلينج. سهلة قوي. طيب طالب يسألني، طيب أنت حفظتنا الثمانية فيزيس وقلت إن إحنا هندور على ثمانية تشينجز. عارف أكتر حاجة بتضايقني يا أولاد إيه؟ إن الطالب عارف المعلومات بس نسي الأيتيمز. يعني هو لما يجي له الفيز دي هيتكلم في ثمانيه، هو عارفهم بس نسي ازاي يفتكرهم. كل حاجه العبد لله عامل لها طريقه تفتكرها بيها. فتعالى ليتس سي ازاي هنفتكر التغيرات اللي هنتكلم عليها. انا بقول ان احنا عندنا ثمان تغيرات، بقولها بطريقه سهله جدا. اربعه كبار هياخدوا معظم الوقت، واربعه صغيرين، الاربعه الكبار. هناخد البريشر في الفنتكل وده التغير الام، وفي الاتريا وفي الاورتا. يبقى كام بريشر؟ ثلاثه، فنتريكولار بريشر، اترال بريشر، اورتيك بريشر. وهناخد الفوليوم بتاع الفنتكل بس، دول الاربعه الكبار. يعني مش هندرس التغير في الفوليوم غير في الفنتكل. يبقى تاني يا اولاد هناخد ثلاثه بريشر، التغير الام اللي هنحط عليه كل حاجه اللي هو الفنتريكولار بريشر تشينجز، وهناخد الاورتيك والاترال بريشر، ادي ثلاثه بريشر، وبعدين الفوليوم بتاع الفنتكل. في اربعه صغيرين بقى كل واحد هياخد منهم دقيقتين بالظبط. الفالفز امتى فاتحه وامتى قافله؟ ولما بتقفل الفالفز بتدي صوت زي في الحياه يا اولاد. انت بتعرف النضيف جالك ازاي؟ مش هما بيفتحوا الباب، هما بيقفلوا الباب. قفل الفالف بيدي الهارت ساوندز، ثم الكورونا بلاد فلو اللي لسه انت عارفها انها بتحصل اساسا في الدايستول، فتره الدايستول
ثم عاوزين نحط كهرباء الهارت على الاي سي جي الكتروكارديوجرام. يبقى تاني ما عشقت مثل عشقي للنظام. 8 phases and 8 changes. وزي ما قسمناهم دوكم 4 و4 دول برضو هنقسمهم 4 و4. فعندي 3 pressure. pressure في الفنتركل وهو الطائر الام. ثم pressure في الاتريا وpressure في الاورطة. 3 pressure. انما الفوليوم هناخده في الفنتركل بس. في الفنتركل بس. وثلاثة صغيرين. الفالفز تفتح وتقفل امتى؟ لما هتقفل هتدي الهارت ساوندز. الكورونال بلاد فلو اللي هو معظمه في الداستول نمرة 7. واخر حاجة هنحط الكهرباء اللي هي الاي سي جي. هذه المحاضرة يا اولاد من اسهل المحاضرات لكنها كروشيال مهمة جدا عشان تبقى دكتور امراض قلب كويس. وانا شفت الحلم هو يتحقق كثيرا عن الناس من كتر ما حبوا السيركوليشن مع العبد الله. قالوا لي نفسي نبقى اخصين قلب وشفتهم وورد وايد. طيب ابتدي التغير الام. تغير الام اللي هو الفنتريكولار بريشر تشينجز. وانا بحاول بقى النهارده ايه مكبر لك شويه الصوره عشان تشوفها كويس. حاول كده اشتغل انا كل حاجه دلوقتي يعني مخرج ومصور وممثل وكل حاجه بس عشان تفهم. طيب ده التغير الام اللي هو الكيرف الاساسي اللي بنحط عليه الكل الكيرفات يا اولاد اللي هو الفنتريكولار بريشر تشينج. يا اولاد انا هحكي نفس القصه 8 مرات فهتطلع حافظها كويس قوي. بس انت في كل مره هتدور على متغير معين. فانا عاوز عشان كده هتلاقيني ما بين كل قصة والتانية هقول بوز يعني وقوف تظبط مخك تحط انا هحكي نفس الكلام بس انت هتدور على ايه. ففي هذه القصة اللي هو التغير الام هحكي ventricular pressure. يبقى انت ما تركز غير في الventricular pressure. انا هقول نفس الكلام بس انت هتركز في الventricular pressure. يعني مش هتحفظ معايا بإذن الله هتقرف من إعادة الكلام بس ركز. الإيترال ستول هو أول حدث فيز رقم واحد وبياخد فيز واحدة ومدته 1/10 من الثانية. سمعت الثلاث جمل دي؟ طيب بيحصل إيه في الإيترال ستول؟ الأول الاتريا ينقبض فالدم يندفع الفنتكل فالبريشر يزيد. بعد كده الفنتكل ريلاكس فالبريشر يقل. يبقى لما الدم هيدخل الفنتكل البريشر يزيد وبعد الفنتكل ريلاكس فالبريشر يقل. هو ده الجبل السبب الاولاني اهو ده بتاع الاتريال ستول. فهمت ليه الشكل كده؟ لما الاتريا انقبض الدم اندفع الفنتكل البريشر زاد الفنتكل ريلاكس تو اكوموديت دي بلاد فالبريشر قل. قفل الاورتيك الاتروفنتريكولار فالز وبقى الفنتكل كلوزد تشامبر فيل دوز بلاد. الفنتريكولار ستول بياخد 3 فيزز 3/10 من الثانيه ايزومتريك كونتراكشن وراها ماكسيمم ايجكشن فريدوس ايجكشن. نبتدي بالايزومتريك كونتراكشن من اسمها ايزومتريك يبقى الفوليوم ايه ثابت لان البلاد لا ينضغط. كونتراكشن يبقى البريشر وقع الدم يزيد شايف اهو بيزيد جدا يوصل 80 ناحيه الليفت. لازم الاعداد دي يحفظها صم بالام اس كيو. الاورتيك فالف بيفتح عن 80 الرقم المناظر للبالمونري 10 لان احنا عندنا تو سيركوليشن في ليفت فنتكل ورايت فنتكل فبنتكلم عليهم في نفس الكلام بس الاختلاف في الارقام. يبقى في الايزومتريك كونتراكشن الفوليوم ثابت لكن البريشر بيزيد اهو يزيد جدا. يفتح الاورتيك فالف عن 80 ويفتح البالمونري فالف عن 10. طب بعد كده يحصل ماكسيمم ايجكشن فريدوس ايجكشن. في الماكسيمم البريشر يزيد اكتر من 80 ل 120 واظن ده اللي كل الناس حافظاه. الضغط بيبقى من 120 على 80 حافظين. بينما اعلى ضغط في البالمونري سيركوليشن 25 ملم مركب. الارقام دي تحفظها صم. تمام؟ يبقى ده الماكسيمم ايجكشن. الضغط بيزيد من 80 ل 120 ناحيه الليفت سايد في الاورطه ومن 10 ل 25 في البالمونري. بعد كده يجي الريديوز ايجكشن من اسمه ريديوز حتى قلناها يا اولاد
كميه الدم اللي بتدخل الاورطه اقل من اللي بتسيب الاورطه، يبقى البريشر يقل. يقل الكام لقيمه مش مطلوب نعرفها. يعني انت مهم تعرف زاد لكام، زاد لاقصى ضغط 120، قل الكام هنا ملهاش اي قيمه، مفيش ولا كتاب بيتكلم عنها. كده يبقى احنا خلصنا يا اولاد نص السايكل. طالب ذكي قال انا عندي سؤال. قلت له ايه السؤال؟ قال لي انت قلت انك انت هتحكي الفنتريكولار بريشر. قلت له صح. قال لي انت قلت في الماكسيمم ايجكشن كميه الدم اللي دخلت الاورطه اكتر من تسيب الاورطه فالبريشر زاد، ده في الاورطه. الدم اللي بيدخل الاورطه اقل من يسيب الاورطه فالبريشر قل، ده الاورطه، مع ان انت عنوان السؤال فنتريكولار بريشر مش اورتيك بريشر. اهي بص معايا، يعني احنا بنقول هنا يا اولاد في المك في الرابيد ايجكشن او الماكسيمم ايجكشن الدم اللي دخل الاورطه اكتر من ساب الاورطه البريشر في الاورطه زاد، في ريديوس ايجكشن اللي دخل اورطه اقل من اللي ساب الاورطه فالبريشر قل، في حين انت العنوان انت بتتكلم على البريشر في الفنتيكل. دي عاوزه طالب يعني متوسط الذكاء. يا بابا في التو فيزز دول الفنتيكل متصل بالاورطه متصلين ببعض. عاوزك وانت قاعد في الاوضه اللي انت فيها كده تتخيل اللي هقوله. ينفع في شطري الاوضه في نص على يمينك في الاوضه اللي انت قاعد فيها ونص على شمالك والاثنين متصلين ببعض، ينفع تزود البريشر في احدهم من غير ما يزيد في النص الثاني؟ فكر فيها، ممكن كده ومفيش اي حائل ما بينهم، هما اثنين على بعض، نص الاوضه اليمين ونص الاوضه الشمال فاتحين على بعض، ينفع يزيد في نص وما يزيدش في النص الثاني وهما متصلين ببعض؟ طبعا عشان كده قلت طالب متوسط الذكاء، لا طبعا. فادام هما متصلين ببعض والبريشر زاد في الاورطه يبقى المفروض هنا برضه اكتب بلس، هنا ماينس، هنا اكتب ماينس. يبقى مفيش تعارض. انا قلت انا بتكلم على الفنتريكولار بريشر بس، ادام الاورتيك بريشر زاد هيزيد الفنتريكل لان في تو فيز دول هم متصلين ببعض يا اولاد. تبقى عارف هذا الكلام. تاني خلصنا نص السايكل. اهم مره الحكايه الاولانيه يا اولاد، اهم مره هي النص القصه لما اقولها اول مره، لان انت اول مره تسمعها، بعد كده هيمشوا يعني سهلين جدا. فعش كده هعيدها تاني، او اسف تالت. الاترال ستول ده اول حدث بياخد فيز واحد، رقم واحد، واحد من عشرة من الثانية. الاترا ينقبض فالبريشر يزيد في الفنتكل، انا بتكلم عن البريشر في الفنتكل، الفنتكل يريلاكس تو اكوموديت البلاد فالبريشر يقل. قفل الاترال تيبا فالز والفنتكل نو مور ذان اكلوزد تشامبر فيلد ويز بلاد. غرفة مغلقة مليانة دم والدم ده انضغط. فالفنتكل لما يكونتراكت ايزومتريك كونتراكشن الحجم ثابت، انما كونتراكت بيضغط على الدم فالبريشر يزيد 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 يوصل ل 80 ويفتح الاورتيك فالف. في حاله الليفت فنتكل يزيد 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 لحد ما يوصل 10 ملم ميركوري في الرايت فنتكل ويفتح البالمونري فالف. بعد كده يحصل ماكسيمم ايجكشن فالدم اللي داخل الاورطه اكتر من سيب الاورطه فالبريشر يزيد في الاورطه، هكملها بقى، وبالتالي في الفنتريكل، وبالتالي في الفنتريكل المتصل بالاورطه يوصل 120 في حاله الليفت و25 في حاله الرايت. ثم في ريديوس ايجكشن من اسمها الدم اللي بيسيب الاورطه اكتر من اللي بيدخل الاورطه فالبريشر في الاورطه هو بالتالي في الفنتريكل اللي بتكلم عليه اللي متصل بالاورطه يقل. خلصت نص السايكل. نيجي بقى هنبتدي الدايستول بفيز صغيره اسمه بروتو دايستوليك، ده اصعب فيز بتاع الاوائل اللي هو بقول فيز قصيره لئيمه، البروتو دايستوليك ما قبل الدايستول. هحكي لك نفس الاحداث وانت فكر ايه اللي ممكن يحصل ايديك معاك في الفنتريكولار بريشر. بعد ما الفنتريكل خلص ستول ثلاث كلمات، ذا فنتريكل تنس تو ريلاكس، ذا بلاد تنس تو ريجيرش، but this is prevented by closure of aortic valve. Tends to relax, the blood tends to regurg. ملل aortic cusps وقفل aorta. The ventricle tends to relax, the blood tends to regurg. This is prevented by sudden closure of aortic valve. الشرح فني يا ولاد. هعلي صوتي في الكلمة اللي تعنيك. انت بتدور على الventricular pressure. فأنا في التلات جمل دول هعلي صوتي في كلمة واحدة. هي هتجاوب السؤال. The ventricle tends
to relax. Relax. يبقى البريشر يحصل له ايه؟ يقل. خلصت. ادي البروتوكول اهو. انت قلت لي تنس to relax يبقى يقل البريشر. قفل الاورتيك فالف. رجعت ريما لعادتها القديمه. بدل ما نقول ايزومتريك كونتراكشن نقول ايزومتريك ريلاكسيشن. ايزومتريك يبقى الفوليوم ايه؟ ايزومتريك المقياس ثابت. ميتر يعني مقياس وايزو يعني ثابت. يبقى الفوليوم ثابت بس ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا البريشر. ريلاكسيشن يبقى البريشر يقل. هنا بقى في الناحيتين لازم ينزل لصفر. يبقى تحت الاترال بريشر عشان يفتح الاتروميتيكال فالف ويحصل فيه. فينزل وهنا الناس تقول نزل لكام في الايزومتريك ريلاكسيشن؟ ينزل الى زيرو. فيبقى البريشر في الفنتكل اقل من الاترا فيفتح الاتروميتيكال فالفز ويحصل ماكسيمم اور رابيد فيلينج وبعدين ريدوس فيلينج. وقلناها ايهما يسبق الثاني؟ قلنا يا اولاد يعني الريلاكسيشن وبعدين بيحصل فيلينج. ريلاكسيشن هو المتسبب في الفيلينج، يبقى ريلاكسيشن بيسبق الفيلينج، ريلاكسيشن يقلل والفيلينج يزود. طب ده اللي هنشوفه اهو. في بدايه الماكسيمم فيلينج ريلاكسيشن هو اللي بيسبق اهو، البريشر قل وبعدين الفيلينج ابتدى البريشر يزيد تاني اهو في التو فيز. ده اول تغير اللي هو الفنتريكولار بريشر تشينج وهو التغير الام. وبقول يا اولاد ده احلى كيرف عندنا في الكورس كله. منظر طبيعي جميل خالص. شايف المنظر الطبيعي؟ جبلين وسهل. حفظتها. ما انت لازم تبقى عارف شكل الكيرف في الاخر هيطلع ايه. جبلين وسهل. جبل صغير اللي هو بتاع الاتريا اثناء الاتريا الستول وجبل كبير وبعدين سهل اهو وادي. هتقولي طب انت راسم دي ليه في الاخر؟ عشان سايكل، ما هي بتتعاد على الورق دي ممكن الفها على بعض سايكل. وعشان اوضح لك حاجه ان الفنتكل بنفسه سحب كام في الميه من الدم؟ 70% في الماكسيمم فيلينج وريدوس فيلينج. باقي في الاترا كام؟ 30%. ده بقى بالاترال ستول لما نبتدي تاني النوم سايكل. يبقى الفنتريكل بنفسه بيسحب في الماكسيمم فيلينج وريدوس فيلينج 70% وبعدين بقى 30% ده في الاترال ستول لما نبتدي السايكل سايكل ورا بعض. وانا عاوزك تحب الفيزس رقم 7 و8 و1 وهم ورا بعض 7 8 ونبتدي 1. ليه؟ اول سبب لازم تحبهم ان هم دول سؤال من اهم الاسئله في الشفوي. الثري فيلينجز الثري فيزز اللي بيحصل فيهم فيلينج للفنتكل. لما اقول لك الفنتكل بيملى في انهي فيزز؟ 7 8 1 ما بقولش 1 7 8 7 8 1 اللي هم ورا بعض 7 و 8 الفنتكل يسحب 70% 30% فاضيين في الاتريا بالاتريال ستول. بحبهم جدا. ده اول حاجه اللي هو الفنتريكولار بريشر تشينج. لازم تهضم ده كويس قوي لاني عاوز اخلص سايكل في محاضره واحده وعارف ان انت فيديو ممكن تعيد فانا مش هعيدها تاني واوريدي انا في اثناء ما بقولها عدتها اكتر مره. ناخد بقى التغير الثاني يا اولاد. بوز. انا هحكي نفس القصه انما حضرتك هتدور على متغير ثاني. ظبط صاميل بتاع مخك. Ventricular volume. يبقى هو هيحكي نفس القصة بس احنا مش هندور على الventricular pressure. هندور على الventricular volume. هندور ماذا حدث في الventricular volume. Ventricular volume. دي نقطة مهمة جدا. تعال نشوف مع بعض. ايه اللي حصل في الventricular volume؟ اللي هو بص يا ولاد انا الكيرفات بتاعت الفنتكل برسمها باللون الاسود اللي هو الكيرف اللي قصادك ده اهو. ده الكيرف بتاع الفوليوم. انا هحكي نفس القصه بس انت حاجه تانية. شوف هتزن هتحفظها صم. اول حدث بيحدث نفس الجمل هو الاترال ستول وده بياخد فيز واحد رقم واحد مدته 1/10 ثانية وفي كلمتين. الاتريا كونتراكتس فالبلاد يندفع للفنتكل فالبريشر في الفنتكل هو مش موضوعنا البريشر يزيد. بص لايدي ايدك معاك اللي يغلط في السايكل يبقى طالب ستوبيد سوري يعني. ده فنتريكل ريلاكسز تو اكوموديت دي بامب بلاد.
ماليش دعوه بالبريشر انه يقل، ريلاكس تو اكوموديت ذا بامب الواد، يبقى الفوليوم اوف فنتريك اللي هيحصل له ايه في الفيز ده هيزيد اهو. خلصت اهي الفوليوم يزيد. بعد ما خلصنا اترال ستول نبتدي فنتريكولار ستول، وده 3 فيزز 3 من 10 من الثانيه، ايزومتريك كونتراكشن وراها ماكسيمم ايجكشن فريديوز. بص الايد ايديك معاك، ايزومتريك كونتراكشن هي فتحه روح هنسال ايزومتريك كونتراكشن يبقى الفوليوم ايه؟ ايزومتريك الفوليوم ثابت. طب بعد كده لما يحصل بص الايدي ماكسيمم ايجكشن فريديوز ايجكشن الفوليوم يحصل له يقل، بس في الماكسيمم ماكسيمم يقل جامد في ريديوز يقل اقل. تعال نتفرج اهي، هيقل الاول جامد في الماكسيمم ايجكشن عن ريديوز ايجكشن، وهنا في الايزومتريك ثابت، ثابت يعني خط هوريزونت. كلام بسيط خالص، ايديك معاك، اللي يغلط يبقى فيها في مشكله عنده في دماغه. عشان كده اثرت وبقولها للمره الثالثه او الرابعه ان ما ينفعش اسجل المحاضره دي، ايا كان ريزوليوشن لازم تشوفني وانا بعملها. يبقى ايزومتريك كونتراكشن الفوليوم ثابت، وبعدين يحصل ايجكشن ماكسيمم ايجكشن في ايجكشن الفوليوم يقل الاول بسرعه وبعدين ببطء. خلصنا، نيجي للقصيره اللئيمه، خلصنا السيستول نعمل ايه؟ بروتوديستوليك اللي هو الفيز ما بين نهايه السيستول والكلوجر اورتيك فالف، ده اهم سؤال في الشفا. ده فيز بتوين الاندوستول والكلوجر اورتيك فالف. بقولها بطريقه ثانيه، يبدو من المنطق ان بنهايه السيستول بيقفل اورتيك فالف، وهذا غير صحيح. يعني اهم حاجه في البروتوديستوليك فيز انها كل الطالب متصور انه بنهايه السيستول هيقفل اورتيك فالف، لا. اهم معلومه في السايكل ان الاورتيك فالف لا ينغلق بنهايه السيستول، وانما ينغلق بنهايه البروتوديستوليك فيز، فيز رقم 5. دي اهم معلومه في السايكل، هي دي اللي بتفرق الاوائل، ان الاورتيك فالف لا ينغلق بنهايه السيستول وهو ما يبدو منطقي، وانما ينغلق بنهايه البروتوديستوليك فيز. انا بدور على ايه؟ ايه العنوان؟ انا بحكي نفس القصه بس انت دماغك ما بتفكرش في حاجه معينه. فنتريكولار فوليوم، هقول نفس الثلاث جمل وبعدين هعلي صوتي في الكلمه اللي انت عاوزها. ذا فنتيكل تنس تو ريلاكس، الجمله الاولى ذا بلاد تنس تو ريجرج بات ذيس از بريفنتد باي سادن كلوجر اوف اورتيك فالف. هم الثلاث جمل. لما بتكلم على البريشر بقول ذا فنتيكل تنس تو ريلاكس بريشر. انا دلوقتي بتكلم على الفوليوم. شوف هقولها ازاي؟ شرح فن. The ventricle tends to relax. Tends. يعني بيحاول ما عملش ريلاكسيشن. Tends يبقى الفوليوم ثابت. دي من أكتر الحاجات اللي بيغلط الطلبة. يبقى في البروتوديستوليك أو الفيز القصيرة اللئيمة الفوليوم ثابت ثابت ثابت. The ventricle tends to relax. قفل أورتيك فالف يرجع التلاتة فيزز بالعكس. بص الإيدي. Isometric relaxation. الفنتكل حجمه ثابت بيحاول يريلاكس ريلاكس ريلاكس البريشر بيقل، لما يوصل صفر يفتح الاتروميتيكو فالفز ويحصل ماكسيمم فيلينج في ريدوس فيلينج. طيب ايزومتريك ريلاكسيشن من اسمها حتى ايزومتريك، ايزومتريك مقياس ثابت يبقى الفوليوم ثابت. وبص الايدي من اسمها ماكسيمم فيلينج في ريدوس فيلينج يبقى الفوليوم يزيد الاول بسرعه وبعدين ببطء اهي. يبقى هنا في الايزومتريك ريلاكسيشن الفوليوم ثابت، ثم في الفيلينج الفوليوم يزيد الاول بسرعه وبعدين يزيد ببطء. الشكل ده للاوائل، الجمله اللي جايه الاوائل دي سايكل يا اولاد، لازم لما الف الورقه اقولها هيجي على نهايتها. يعني بالمسطره لازم نقطه البدايه هنا تبقى هي نقطه النهايه هنا، ما تطلعش بيها لفوق كده، ده انت لازم تنتهي حيث بدات. هنا يبقى بالمسطره، امشي بالمسطره كده تبقى دي نقطه النهايه. تجميع لطيف يا اولاد. يبقى عندي 8 فيزز. بقولها بطريقه حلوه خالص خالص خالص. حجم الفنتكل بيزيد في 3 اللي هما بيحصل فيهم الفيلينج، فاكرهم اللي قلت لك حبهم. 7 هشاور عليهم بالليزر، 8 1. ما انت عارف ان انا سايكل، يعني المفروض ارسمها هنا حتى كده اهي، دي
اللي هناك 7-8-1. يبقى الفنتريكولار فوليوم بيزيد لما يملى الفنتريكل، وهو اذا يحدث في فيز احفظ معايا 7-8-1 ثابت في 3 دي بتاعت الاوائل، 2 للطالب العادي ايزومتريك كونتراكشن وايزومتريك ريلاكسيشن خلاص، انما الاوائل بقى ثابت كمان في البروتو داستوليك. البروتو داستوليك بيبقى ثابت، يبقى 3 بيزيد لما بيملى الفنتريكل 7-8-1، في 7-8 بيملى 70% وفي 1 بيملى 30%، والفنتكل ثابت في 3 فيهم 2 ايزومتريك كونتراكشن ايزومتريك ريلاكسيشن مفهومين فيز 2 و6، انما القصيره اللئيمه اللي هو الفيز رقم 5 5 و5 دي بيبقى الفوليوم ثابت، ده فنتكل تنس تو ريلاكس. في 2 بيقل من اسمهم في الماكسيمم ايجكشن ريديوس ايجكشن. ادي تاني تغير في القصص الكبيره، ومش هعيده تاني لان انت فاهم تقدر تسمع تاني. يبقى تاخد بالك في الرسومات بتفرق الاوائل، ان البدايه هتبقى هي النهايه في بالمسطرة، ما تطلعيش لفوق هنا، لا غلط دي سايد. 2-3 فيزز بيزيد فيهم الفنتريكولار فوليوم 7-8-1، 1 دي اللي هي هنا هتتعادى اهي هتيجي الناحيه الثانيه، يبقى 7-8-1 و3 ثابت ايزومتريك كونتراكشن ايزومتريك ريلاكسيشن بروت دايستوليك، يبقى فاضل 2 من الثمانيه، 3 ثابت 3 بيزيدوا اللي هم الماكسيمم ايجكشن ريدوس ايجكشن. خلص هحكي القصة لثالث مرة بس بتغير تاني. أنا هقول نفس الكلام بس أنت هتدور على متغير ثالث. بضب صواميل مخك. Atrial pressure. المرة دي بقى هتكلم على البريشر في الاتريام. Atrial pressure. Atrial pressure. رسومات حلوة أوي. حصاد السنية. انا عارف كل الناس بيستعينوا بيها ودي حاجه ما تزعلنيش. اتريال بريشر، تعال نفرق على الاتريال بريشر. الاتريال بريشر بيبقى 3 ويفز، بريشر يزيد وبعدين يقل وبعدين يزيد وبعدين يقل وبعدين يزيد وبعدين يقل. تعال ارسمها لك بره وبعدين نحطها على السايكل. انا مخبيها عنك في السايكل بس الاول عاوز اوريها لك بره. ده الكيرف بتاع الاتريال بريشر. البريشر يزيد وبعدين يقل وبعدين يزيد وبعدين يقل وبعدين يزيد وبعدين يقل. بيعمل 3 ويفز بيسموهم اي سي في. اي سي في. انا عارف في كثير من الزملاء بيسمعوني يعرفوا ليه سموها اي سي في، هقول دلوقتي. ليه ما هم مش ورا بعض اي سي في. انما قبل ما اقول ليه سموها اي سي في لابنائي الاعزاء، ازاي تفتكر الحروف؟ لما يقول لك الاتريال بريشر تشينجز 3 ويفز، ايه الابريفيشن بتاعهم؟ بدل ما تقول له اسف معرفش قول له اسف اعرف. اي سي في اسف، اي سي في اسف اعرف. كل ويف فيها جزء بيزيد البريشر وجزء يقل البريشر، جزء يزيد البريشر وجزء يقل البريشر، يزيد البريشر ويقل البريشر. الاي والسي والفي على الجزء الاهم اللي بيزيد فيه البريشر، اما اللي بيقل عشان خاطر نميزهم ادولها ابريفيشنز ثانيه اكس واكس داش واي في الكلينيكال. اما يزيد اي سي في، اما ال اكس اكس داش واي. طيب تاني انا هحكي نفس القصه، هحكي نفس القصه بس انت بتدور على متغير تاني خالص. تعال افرجها لك بقى. هنحط الاتريال بريشر على الكيرف اهو. الاي والسي والفي احطهم فوق، الاي والسي والفي والاكس والاكس داش والواي. شفت الكيرف اهو. انا هقول نفس الكلام بس انت هتدور على متغير مختلف. اول فيز اسمه اتريال ستول، وده بياخد فيز واحد رقم واحد مدته 1/10 ثانيه. ارجع لايديك معايا. الاتريا هينقبض فالدم يندفع الفنتكل. انت ركزت غلط، تركز على الاتر، احنا بنتكلم على الاتر بريشر. الاتر انقبض فالبريشر في الاتر يزيد. البلاد ليفز الاتر تو ذا فنتكل فالبريشر في الاتر يقل. يبقى ده سبب الاي ويف. الاتر لما انقبض البريشر زاد الدم سابه وراح للفنتكل البريشر قل. يبقى ده سبب الاي ويف. واظن فهمت ليه سموها اي ويف، لان سببها اتريال سيستول. اتريال سيستول.
طيب معلومة بمليون جنيه هنا بقى للأوائل. جنرال سبيكينج الكيرف الأسود بتاع الفنتكل والكيرف الأحمر ده بتاع الإيترا. جنرال سبيكينج البريشر في الفنتركل أعلى من الإيترا. لكن في فيز واحد فكر فيها أرسم الكيرف بتاع الإيترا أعلى من الفنتركل. ليه؟ سيمبل فيزيكس. الإيترا بينقبض فالدم بيندفع من الإيترا للفنتركل. عمر البلاد ما هيمشي غير from higher to lower pressure. عشان الدم يمشي من الإيترا للفنتركل لازم في النقطة دي بالذات يبقى البريشر في الإيترا أعلى من الفنتركل. يبقى دي مهمة جدا انك ترسم الكيرف بتاع الإيترا فيز واحد أعلى من الكيرف بتاع الفنتركل. اهو خلصنا الإيترا الستول. نعمل فنتريكولار ستول وده بياخد 3 فيزيس بياخد 3 من 10 من الثانية. يبقى 3 فيزيس 3 من 10 من الثانية. فاكرهم ايزومتريك كونتراكشن وبعديها ماكسيمم ايجكشن في ريدوس ايجكشن. ما تركز في الفنتركل ركز في الاتريا. ايزومتريك كونتراكشن الفوليوم بتاع الفنتركل ثابت كم موضوعنا قلنا مش موضوع دلوقتي. كونتراكشن يبقى البريشر في الفنتركل يزيد كم موضوعنا. تخيل لما البريشر في الفنتركل يزيد والاتروفنتريكولار فالفز الليفلتس بتاعته الوريقات الكاسبس قافله والبريشر تحتها زاد ل 80. الكاسبس دي ده الايترا اهو. لما الفنتركل ينقبض الكاسبس بتبلش في الايترا. لما الفنتركل ينقبض الكاسبس قافله مفيش دم هيرجع بس الفنتركل البريشر زاد تحت ال 80 يبقى الكاسبس يحصل لها ايه؟ بلش في الايترا تدخل في الايترا فالبريشر جوه الايترا يزيد. يبقى السي اللي هي فيز 2 دي سببها بلج اوف كاسبس. بلج اوف كاسبس عشان كده سموها سي بلج اوف كاسبس. طيب فتح الاورتيك فالف وحصل ماكسيموم ايجكشن يبقى الدم هيسيب الفنتكل. الفنتكل بيقصر. فكر معايا من ضمن الحاجات اللي بتقصر جواه البابيلاري ماسل هي ماسل في اثناء ماكسيموم ايجكشن. لما الفنتكل بيقصر بيضخ الدم من ضمن الحاجات اللي بتقصر البابيلاري ماسل اللي هي ماسكه في الكاسبس. ايه عاوزك شويه خيال. البابيلاري ماسل ماسكه في الكاسبس اللي هي السقف بتاع الاوضه دي بالكورده تديني. فاما تقصر هتشد الكاسبس لتحت مش هيفتح الفالف ولا حاجه. يبقى الاول لما الفنتكل انقبض الكاسبس حصل لها بلش. لما الدم خرج والفنتكل قصر من ضمن الحاجات اللي بتقصر البابيلاري ماسل فبتشد الكورد التنديني تشد الكاسبس لتحت فالبريشر في الاتريا يحصل له ايه؟ يقل. ده اللي هو النيجاتيف سي او يسموها الاكس داش في اثناء الماكسيمم ايجكشن. هنا بقى للاوائل في نقطتين مهمين جدا للاوائل فقط. اولا ان الاكس داش دي ما بتوصلش لنهايه الفيز دي في نص الفيز. ثانيا وهو الاهم في مفهوم العبد الله انها ما بترجعش البيز لاين اللي هو الزيرو بريشر. البريشر في هذه الحاله بيبقى فعلا نيجاتيف. يعني البريشر في الاتريا بيبقى نيجاتيف بريشر. نيجاتيف بريشر خلاص. طيب عشان ما تنساهاش انا بشرح الفيزيولوجي بطريقه مختلفه انه وراء الخلق خالق. يبقى تعالى اوريها لك هنا في الرسم. يبقى في الاول حصل بلش في الكاسب البريشر وصل 80 الكاسب حصل لها بلش البريشر زاد بوزيتيف سي. بعد كده لما حصل ماكسيمم ايجكشن الفنتكل اسر ما فيه البابيلاري ماسل شدت الكورد تندري الكاسب نزلت لتحت البريشر ما رجعش زيرو بقى نيجاتيف. ايه اهميه ده؟ انما البريشر في الاتريا يبقى نيجاتيف ده يساعد رجوع الفينس يترن. يبقى سبحان الله في تأمل خاص بالعبد الله. يبقى انقباض الفنتكل طاقة انقباض الفنتكل ما بتفيدناش فقط في انها بتيجكت البلاد في الاورطة كما يعلم المجموع كل الناس عارفة لما الفنتكل ينقبض الدم يندفع في الاورطة. لكن ده الطاقة دي من ضمن الحاجات اللي بتنقبض البابيلاري ماسل. ماسل بتنقبض بتقصر بتشد الكورة تندري بتجيب الكاسبس لتحت بتنزل لتحت البريشر ما بيرجعش زيرو بيبقى نيجاتيف.
ده بيساعد كمان الفينس تير، يعني انقباض القلب. ده الحاجة الرائعة رأى الخلق خالق، مش بس بيزود البامب وبراد في الأورطة، وما يبدو منطقي البامب ده من ضمن اللي بينقبض البابيلر باسل، بتشد الكورنة تنديني تنزل الكاستوس تحت البريشر في الإترة، ما يبقى صفر يبقى ناقص تحت ناقص نيجاتيف، فده يساعد الفينس ريتير للإترة. يبقى الطاقة دي بتزود الدم اللي خارج في الأورطة والدم اللي راجع للإترة عن طريق الفينس. ما هذه الروعة! عشان كده عمر ما طالب معايا يلخبط وينسى ان الاكس داش اللي هو نيجاتيف سي سموها، لما البريشر بيرجع، انت مش شايف حاجة، انا اسف، لسه الاكس داش دي يا اولاد ما بتنزلش للزيرو لاين، دي بتنزل هنا تحت الزيرو، تحت الزيرو بشر يبقى نيجاتيف تحت الزيرو، فليس على الفينس تير. نيجي للفي، وفهمت ليه سموها سي؟ سي عشان بالج اوف كاسبس وديكلاين اوف كاسبس. بصلي من فضلك بقى كده، قلنا ذا مين فانكشن اوف اتريا از برادر جبار، فالبلاد الفينس تير اكيوميليتس في الاتريا، عمال يرجع بقى، يرجع في الاتريا، يرجع في الاتريا، يبقى البريشر جوه الاتريا الدم عمال يرجع الفينس تير في الاتريا، البريشر جوه الاتريا حصل له ايه؟ يزيد لحد ما الفينتكل يطلب هذا الدم. بيطلبهم امتى بقى؟ في الماكسيمم فيلينج وريديوس فيلينج، يروح طالب الدم ده واخده، يبقى البريشر في الاتريا قل. دي ثالث موجه، يبقى الفينس تير بيزود الدم في الاتريا، عشان كده سموها في ويف. لحد امتى يقعد يزيد يزيد يزيد؟ لحد ما البنت كده يعمل ماكسيمم فيلينج ولوس فيلينج، يروح واخد هذا الدم، البريشر في الاتريا قل. دي ثالث ويف اهي يا ولاد. الدم الفينس تير عمال، لما بقى البريشر نيجاتيف قلنا ده بيشد الفينس تير، الفينس تير عمال يتجمع في الاتريا، يتجمع في الاتريا، البريشر يزيد 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 لحد في 7 و8 الماكسيمم فيلينج ولوس فيلينج، الفنت كده ياخدهم فالبريشر يقل، فعشان كده سموها في ويف. يبقى البريشر تشينجز في الاتريا كام ويف يا ولاد؟ اسف ما اعرفش، لا اسف اعرف، اي سي في، النيجاتيف سي والنيجاتيف نيجاتيف اي والنيجاتيف سي والنيجاتيف في بيسموهم في الكلينيكال، بدل ما يقولوا بوزيتيف ونيجاتيف قالوا الاي والسي والفي دي البوزيتيف، والنيجاتيف بيسميهم اكس واكس داش واي. وانت دلوقتي فاهم ليه سموهم اي وسي وفي؟ الاي سببها الاتريام، والسي الكاسبس البلش والديكلاين، والفي الفينس تير الاكيوميليشن، وبعدين انه يعدي للفنتكل. نقطه ثانيه مهمه يا اولاد، عموما الكيرف الاسود بتاع الفنتكل اعلى من بتاع الاتريا، لان البريشر في الفنتكل اعلى من الاتريا، ما عدا في ثلاثه فيزس اللي قلت لك حبهم، لازم اللون الاحمر بتاع الاتريا يبقى اعلى من اللون الاسود بتاع الفنتكل، 7-8-1 اللي هو بيملى فيهم الفنتكل من الاتريا، الدم جاي من الاتريا وبيملى الفنتكل، من الاتريا وبيملى الفنتكل، من الاتريا وبيملى الفنتكل، يبقى لازم البريشر في الاتريا باللون الاحمر سمبل فيزيكس يبقى اعلى من الفنتكل، انما في الباقي كله الكيرف ده اوطى. دي النقط اللي بتفرق الاوائل يا اولاد، دي النقط اللي بتفرق الاوائل. تاني يا اولاد، بريشر التغير الثالث، اتريال بريشر تشينجز، ده اصعب واحد، بدل ما تقول اسف ما اعرفش قول اسف اعرف، اي سي في، اي سي في. طب ليه سموهم اي سي في؟ اول واحده الاي اتريام، والسي كاسبس، والفي فيناسيتير. نمسك اول واحد الاتر، اترال ستوريز اوت بريشر في الاتر، الدم يسيب الاتر بريشر يقل، سهله. سي في الازومتريك كونتراكشن الكاسبس يحصل له بولج يبقى بوزيتيف سي، لما الدم يحصل له ايجكشن الفنتكل بيقصر بيعمل ايجكشن، من ضمن الحاجات اللي بتقصر بابيلر ماسل تنزل الكاسبس تنقص البريشر في الاتر، يبقى بولج اوف كاسبس ديكلاين اوف كاسبس، بولج اوف كاسبس ديكلاين اوف كاسبس، بولج اوف كاسبس في الازومتريك كونتراكشن ديكلاين اوف كاسبس في الماكسيمم ايجكشن، ويبقى في الماكسيمم ايجكشن مش بس الدم بيبقى ايجكتد في اورطه البابيلر ماسل بتقصر،
بيقل البريشر في الاتريال ساعد فينا ستيرن، يعني طاقه انقباض القلب بتزود اللي خارج وبتزود اللي داخل. ايه العظمه دي؟ عشان كده بتنزل تحت صفر الاوائل. طب الفي فينا ستيرن الاكيوميشن فينا ستيرن، الاكيوميشن فينا ستيرن عشان كده خدت اكتر من فيز. الاكيوميشن فينا ستيرن يزود البريشر في الاتريال، بعد كده لما الفنتكل يطلبهم في الماكسيمم فيلينج والريدوس فيلينج يقل في الايه اهي. شايف ده الاي والسي ما بتنزلش الاخر ونيجاتيف للاوائل، وبعدين هنا الاكوبليشن اوف فينس تير، وبعدين الدم طلبهم. تاني ملحوظه الاوائل ان امتى الكيرف الاحمر اي البريشر في الاتريا يتخطى البريشر في الفنتكل اللي هو اللون الاسود؟ سيمبل فيزيكس، الدم جاي من الاتريا رايح للفنتكل. امتى بيملى امتى الفنتكل؟ في 7 8 1 قلت لك حبهم دول الثلاثه فيزيس بس اللي بيملى فيهم الفنتكل، دول الثلاثه فيزيس بس اللي بيزيد فيهم الفنتريكولار فوليوم، دول الثلاثه فيزيس بس اللي فيهم الاترال بريشر بيتخطى الفنتريكولار بريشر. ثلاث ثلاثات للثلاثه فيزيس 7 8 1 فيهم ثلاث اسئله رهيبه. فنتريكولار فيلينج 7 8 1 الفنتريكولار فوليوم بيزيد 7 8 1 البريشر في الاتريا بيتخطى الفنتكل 7 8 1 في 7 8 بياخد 70% وفي 1 بياخد 30 في بعض الجامعات 80 و20 مش هي دي النقطه اللي هركز فيها. قصه رابعه هحكي نفس القصه بس انت بتدور على حاجه ثانيه. رابع واخر قصه كبيره بعد كده قصه صغيره كلها. ظبط صوامين مخك اورتيك بريشر aortic pressure، عاوزين نعرف البريشر في الاورتا. قبل ما اوريك الكيرف على الفيزيس عاوز اوريك شكله هيطلع ازاي. هو ده شكل الاورتيك بريشر تشينجز. انا ملاحظ في حاجه ان في جزء بيزيد فيه البريشر فنسميه ascending or anacrotic limb. anacrotic يعني بنبني، ascending بنصعد، فيما عدا ذلك البريشر بيقل، يبقى نسميه descending or catecrotic limb. يبقى البريشر تشينجز في الاورطة اتنين بس اسهل من الايه، ضغط يعلى وبعدين ضغط يقل، ascending وبعدين descending. anacrotic يعني بنبني وcatecrotic يعني بنهدم. طب انا عاوز الناس اللي بتسمعني تفكر معايا شوية، انا هساعدك. هما 8 فيزيس، فيز واحد بس في الثمانية انا لما بتكلم البريشر بيزيد فيه في الاورطة واسمه فتحه. فكر اني فيز في الثمانية انا بشرح كان البريشر بيزيد في الاورطة، فهو ده الاسندنج او الاناكروتيك. السبعة الباقيين البريشر بيقل للسندنج او كاتاكروتيك. طالب قال لي خلاص انا فاكرها اهي، ولا بيبو بالاشاره افهمه. في الماكسيمم ايجكشن فيز الدم اللي بيدخل اورطة اكتر من يسيب الاورطة، ماكسيمم ايجكشن اهي. بس اديني نرجع نشوفها، ده بقول ما كانش ينفع اسجلها، لازم تشوفني. ما مش مهم ريزوليوشن، ملعون ابو ريزوليوشن اهي، ده الوحيد ماكسيمم ايجكشن فيز 3 هو ده الاناكروتيك اور اسندنج، الباقي كله اهو كاتاكروتيك اور ديسندنج. ويلاحظ ان النقطه دي تيجي مع عديل انها سايكل، وانت بترسم في مسطره في الامتحان سايكل للاوائل. يبقى امتى يزيد البريشر؟ في الماكسيموم ايجكشن، حتى من اسمها ماكسيموم او رابيد ايجكشن. الفوليوم بلاد انترينج دي اورتا اكسيدز الفوليوم بلاد ليفينج دي اورتا، اللي هو اثنين داخلين كنت راسم سهمين وسهم طالع اهي، اوريها لك حتى في الرسمه دي الرابيد ايجكشن، هكبرها لك خالص اهي. حلو اهي، مفيش احلى من كده. رابيد او ماكسيموم ايجكشن، سهمين داخلين وسهم طالع، دي الوحيده اللي بيزيد فيها البريشر في الاورطه، رابيد اور ماكسيموم ايجكشن، متنساهاش. كبر دي الرسمه العامه بتاعت السايكل والجدول تحطهم في اوضتك الاسبوع ده، ما عندكش شغل غير انك رايح فايت عليهم. سهل بس عاوز افهم، والكارديولوجي قائم على المحاضره السهله دي. نفس السؤال الاذكياء فقط، ارسم الكيرف الاحمر بتاع الاورطه في الاسندنج والاناكروتيك فوق بتاع الفنتكل ولا تحت بتاع الفنتكل؟ نفس القصه، اسال روحك سؤال، هو الدم جاي منين؟ رايح فين؟
في الرابيد ايجكشن، الدم ايجكتد من الى منين لفين؟ من الفنتريكل الى الاورطة. يبقى لازم البريشر في الفنتريكل اللون الاسود يبقى اعلى من البريشر في الاورطة اللون الاحمر. هو ده بيفرق الاوائل، هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. وزي ما بقول هذه المحاضرات ليس معني بها الطلبة فقط ولا الماجستيرات والدكتوراهات، الزملاء معنيين بها هم كمان. يبقى لازم يبقى دي اعلى، دم جاي من الفنتكل للاورطة. فيما عدا هذا الفيز بص البريشر في الاورطة بيقل في بقية السايكل، يسموه دي سندينج اور كاتاكروتيك. لطب اسنان لصيدلة لعلاج طبيعي بس لهم ده عالي في هنا والباقي كله قل، انما لطلبة بشري لا. الديسندينج اور كاتاكروتيك دي بيرجع ينقسم الى اربع اجزاء، في الاول يقل وفي الاخر يقل، ادي اتنين وما بينهم اتنين بقى الحته القصيره اللئيمه، دايكروتيك نوتش، نوتش يعني بؤره، ودايكروتيك ويف. نوتش اللي هي السبعه دي، ويف اللي هي الثمانيه دي، نوتش ويف. طيب ليه في الاول يقل؟ مفهوم، لان بعد الماكسيمم ايجكشن بيجي ريديوز ايجكشن، وانت شرحتها ازاي ريديوز ايجكشن بيقل ليه؟ لان الدم اللي داخل الاورطه اقل من اللي يسيب الاورطه، يبقى لازم البريشر في الاورطه يبقى قليل. سهل قوي ده هنا. طيب نيجي بقى في الاخر يقل ليه؟ سهله برضو جدا، لان البلاد از ليفينج ذا اورتا، ليفينج ذا اورتا، ليفينج، شوف كذا فيس كذا فيس في انتظار الدفعه الجديده اللي هي الماكسيمم ايجكشن. يبقى ليه في الاول بيقل؟ لان بعد الماكسيمم ايجكشن بيجي ريديوز ايجكشن، الدم اللي بيدخل الاورطه اللي بيدخل الاورطه اقل من اللي يشيل الاورطه. طب وليه في الاخر بيقل وكذا فيسز؟ لان البلاد از ليفينج ذا اورتا تو ذا بيريفيرال فيسل، ليفينج ذا اورتا تو ذا بيريفيرال فيسل، ليفينج ذا اورتا تو ذا بيريفيرال فيسل في انتظار الدفعه الجديده اللي هو الماكسيمم ايجكشن او رابيد ايجكشن. يبقى نيجي بقى هما الاثنين دول اللي بيجوا في الام اس كيو، دايكروتيك نوتش ودايكروتيك ويف. النوتش انخفاض حاد في البريشر في الاورطه، والويف ارتفاع في البريشر في الاورطه. يبقى انخفاض ثم ارتفاع، نوتش فويف، او الويف يسموها هنا يسموها النوتش ويف، يسموها انسيجورا النوتش بنفس المعنى. ليه بينخفض البريشر في الاورطه؟ بروتوديستوليك مره اخرى. فاكر بروتوديستوليك ثلاث جمل، اهم جمله في السايكل ان الاورتيك فالف لا ينغلق بنهايه السيستول كما يبدو منطقي، وانما بنهايه البروتوديستوليك. ذا فنتكل تنس تو ريلاكس، ذا بلاد تنس تو ريجيج، بس ذيس بريفنتد باي سادن كلوجر اوف اورتيك فالف. يبقى تاني، الاورتيك فالف لا ينغلق بنهايه السيستول كما يبدو منطقي، وانما بنهايه القصيره اللئيمه نمره خمسه اللي هو البروتو دايستوليك. طب تخيل في ماكسيمم ايجكشن وريديوسد ايجكشن وفجاه راح قافل اورتيك فالف، يبقى البريشر في الاورطه، البريشر في الاورطه يحصل له ايه؟ يبقى سبب الدايكروتيك نوتش سادن كلوجر اوف اورتيك فالف. ده اهم سؤال، سادن كلوجر. طب هو بيقفل فين للاوائل؟ مش بنهايه السيستول ولا الخطين، ده انا الخطين دول نهايه السيستول عشان اقسم لك السايكل اثنين، انما بينغلق بنهايه القصيره اللئيمه اللي هي البروتوديستوليك نمره خمسة. عشان كده راس السبعه للاوائل، راس السبعه لازم تيجي عند نهايه البروتوديستوليك، بنهايه البروتوديستوليك. امال ايه سبب الويف دي؟ الويف، بص لي على الويف. الاورطه لا الاستيك، فحصل ماكسيمم ايجكشن الاساتيك اتشدد، ريديوس ايجكشن لسه الدم ايجكتد الاساتيك اتشدد اكتر، قفل اورتيك فالف. الاساتيك المشدوده دي هيحصل لها ايه يا اولاد؟ الاساتيك دي هيحصل لها ريكايل، فلما يحصل لها ريكايل البريشر في الاورطه يزيد. يبقى سبب الويف دي الاستيك ريكويل اورطه. يبقى ايه سبب النوتش؟ ليه البريشر انهار في الاورطه؟ سادن كلوجر اورتيك فالف، فالبريشر انهار. سادن كلوجر اورتيك فالف، يبقى الدايكروتيك نوتش سادن كلوجر اورتيك فالف. الطالب يقول بنفتكر عملتها ازاي؟ الدايكروتيك نوتش سادن كلوجر اورتيك فالف، فالبريشر انهار في الاورطه. طب ايه سبب الويف؟ ان بعد الماكسيمم ايجكشن ريديوس ايجكشن قفل اورتيك فالف. الاستيك ريكول اوف اورطه، الاستيك ريكول اوف اورطه بيعلي البريشر في الاورطه. اهو
إلاستيك ريكويل الأورطة بيعلي البريشر في الأورطة. طيب الحتة اللي جاية دي للزملاء درسها في نورث أمريكا كندا وأمريكا هم ما سموش عنها، بس ليه أنا بدور عليها وندرسها؟ لأنها تثبت أنه وراء الخلق خالق. دي اسمها ويند كيس الإفكت، ما سموش عنهم الارتفاع في الأورتيك بريشر ده. خدت بالك حصل فين؟ أنا قلت ده نهاية السيستول، حصل مع بداية الداستول اهو. هو كده خلصنا الستول، يبقى الإلاستيك ريكول الأورطة اللي عملت ارتفاع في الأورتيك بريشر دي حصل في بداية الداستول. فاكر لما قلت لك الكورونري بلاد فلو بيبقى قليل جدا في السيستول؟ ليه؟ لأن الفيكل وهو بيعمل سيستول انقباض بيبقى قافل الكورونري فيسلز، فرصة الكورونري فيسلز انها تاخد بلاد في الداستول. خد بالك عن طول السيستول الكورونري فيسلز بتتدور جوعا، مش لاقي عضلة قلب الروحة دم، الكورونا مش داخل فيها دم. اول ما يبتدي الداستول في الايرلي داستول حصل داكروتيك نوتش، ارتفاع في الاورتيك بريشر، فده يروح مدخل الدم في الكورونايز بتتدور جوعا. وخد بالك ان اول فيسلز طالعه من الاسندنج اورتا، اول فيسلز هي الكورونري فيسلز، يعني الهارت يدي نفسه الاول الاورتا، هو بيضخ دم في الاورتا اول فيسل اللي هو الكورونري. طول ما في سيستول كان الهارت وكانت الكورونا تتدور جوعا، بريشر ضاغط مفيش دم جاي. دي سواي ربنا عمل الداكروتيك ويف، هذا الارتفاع بسبب الالاستيك ريكول اورت سموه ويند كيسل افكت، بتزود كورونا بلاد فلو لانها كانت بقالها فتره مش واخده حاجه. للزملاء مش للطلبه، للزملاء الويند كيسل افكت. وتثبت ليه انا بدور على الكلام ده؟ انت عارف شرحي مختلف حاجه واحده بس، انهم وراء الخلق خالق. وبعد كده اتعجب انه يوجد في العالم ملحدون، كل حاجه تنطق بان وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله. ده الاورتيك بريشر، هعيده تاني، دول الاربعه الكبار. يبقى الاورتيك بريشر قلنا في مرحلة بيزيد فيها البريشر ascending or anacrotic، وفيز واحدة بس والباقي كله descending or catacrotic. مين اللي بيزيد فيه البريشر؟ انتوا عارفينها من اسميها، maximum ejection rapid ejection، فيز رقم 3 حتى عملوها بالاحمر اهو. فيما عدا البريشر في الاورطة يقل كله، هنقسمه للأوائل الأربعة. في الأول يقل، إن بعد الماكسيموم ejection بيجي reduce ejection، وفي الاخر بيقل لان ذا بلاد از ليفينج ذا اورت. فيما بينهم اثنين داكروتيك، حتى يسموهم ليه داكروتيك؟ داكروتيك يعني اثنين، خد بالك داكروتيك داي يعني اثنين. نوتش اللي هي السبعه بريشر يقل جدا، وبعدين يعقبوا الويف اللي هي الثمانيه داكروتيك ويف. ايه سبب النوتش؟ هم دول اهم حاجتين، ان بعد ما حصل ماكسيمم اجكشن ودوز اجكشن قفل اورتيك فالف فانهار البريشر. أهم معلومة إن الأورتيك فالف لا ينغلق بنهاية السيستول كما يبدو منطقي، وإنما بنهاية البروتوداستوليك القصيرة اللئيمة فيز 5، فلازم راس السبعة ما تجيش بنهاية السيستول اللي هو فيز 4، ما تجيش هنا راس السبعة، لا تيجي في نهاية 5 اهي. وبعديها دياكروتيك ويف اللي هي سببها إيه؟ بعد ما حصل ماكسيموم إيجكشن وريديوس إيجكشن اتشدد الأساتيك خلاص وقفل الأورتيك فالف، يحصل إلاستيك ريكويل في أورطة، بريشر يعلى وينكس الإفكت، يزود الكورونا بلاد فلو اللي كانت محرومة في الستول لناس عاوزة تفهم كارديولوجي وتحبه، للزملاء ليست للطلب. خلينا نقول أصغر سنا عشان ما حدش يزعل. يبقى ما سبب أهم سؤالين هنا؟ الدياكروتيك نوتش صادن كل أورتيك فالف خلى الضغط ينهار، الداكروتيك ويف إلاستيك ريكويل أوف أورطة. طيب دول الأربعة الكبار، ومش عايدهم تاني لأن أنت تقدر تسمع الفيديو، تقدر تعيده مرات ومرات. نيجي بقى للأربعة الصغارين اللي هم يا أولاد إمتى الفالفز تقفل وإمتى تفتح.
في كثير من الجامعات حتى هنا في امريكا، انا مش في امريكا دلوقتي بس يعني لما ببقى في امريكا، بيشرحوا السايكل باغرب طريقه شفتها في حياتي، ان مش يشرحوا التشينج في الثمانيه فيزز، ياخدوا الحكايه من اولها لاخرها، ياخدوا فيز معين ويقول لك ثمانيه تشينجز فيه، يعني فيز ويقعد يحكي لك ثمانيه تشينجز، وبعدين بعد شويه يرجع لتاني فيز يبتدي ثمان حكايات. بتماثل زي ما انا اكون بحكي ثمان حكايات، عندي ثمان حكايات احكيهم لك، فبدل ما احكي لك حكايه حكايه عشان يبقى في تواصل وترابط ونخلصها زي طريقه العبد الله ان انا بشرحها بالعرض، لا هم يشرحوها بالطول، يعني يبتدي الحكايه الاولى ثم بدايه الحكايه الثانيه ثم الثالثه الثامنه، وبعدين نرجع بقى تفكر كنا قلنا ايه في الحكايه الاولانيه نكمل بقى عليه. وفاكر لما كنت طالب في مثل عمركم كان الشارح كما هي العاده في معظم جامعات العالم بيشرح بالطريقه الغريبه دي، عشان كده قلت لك شرح السايكل هو اللي بيفرق. فجه الزميل الفاضل قال لنا كالاتي يا جماعه، قال لنا في فيز واحد الاترال ستول بيبقى الاترا بيعمل سيستول، فالدم بيندفع من الاترال فينتكل، يبقى لازم الاترو فينتريكولار فالف تبقى فاتحه انما السيمينور قافله. وبعد نص ساعه جه قال لنا في الايزومتريك بيبقى الاثنين قافلين. وبعد نص ساعه جه قال لنا في فيز ثلاثه اللي فاتح قفل اهو باللون الاسود، واللي قافل باللون الاسود فتح بقى باللون الابيض. يبقى الاول ده فاتح وده قافل وبعدين الاثنين قافلين، وبعدين اللي فاتح قفل واللي قفل فتح. يا نهار اسود، دي فاكر من الايام القليله اللي فكرت فيها جديا في مغادره كليه الطب. قلت لك كنت في الاول انا في فنيه عسكريه هندسه، يعني الناس دي بتفكر ازاي؟ فلا لا اتضايقت قوي. فلما تغير الموقف الى شارح قررت اقولها بطريقه مختلفه تماما. And you'll never forget it. قلنا الاربع تغيرات الصغيره دي بقى اللي هي الفالفز هنقولها دلوقتي، دي بتاخد وقت قليل. فانا هما كام فيز يا اولاد؟ فكر معايا. 8 فيز. لاحظت الاتي، ان اي فالف في الاربعه الاثنين الاترو فينتريكولار والاثنين السيميليونر بيفتح في ثلاثه اللي هو مبيضهم انا اوبن، ويقفل في خمسه اللي هما باللون الاسود. ده بالنسبه للاي في فالفز، وده بالنسبه للسيميليونر فالفز. حلو، القاعده دي من احلى القواعد. يبقى كل فالف بيفتح في ثلاثه ويقفل في خمسه، سواء الاتروفنتريكولار فالف بيفتح في ثلاثه يفتح في ثلاثه يبقى قفل في خمسه، والسيميليونر يفتح في ثلاثه يبقى قفل في خمسه. فطالب قال لي طب تعالى احفظهم لنا. لا احفظهم لك ليه؟ تعالى فهمهم لنا نفهمهم. انت جاوب السؤال اللي هيقول لك امتى الاتروفنتريكولار فالفز تفتح. مفروض بالفهم الاتروفنتريكولار فالفز تفتح اللي بتفصل الاتري عن الفنتريكل، امتى تفتح؟ لما الدم يندفع من الاتريا الى الفنتريكل. يبقى الاتروفنتريكولار الميترا والترايكاسبيد اللي بيفصلوا الاتري عن الفنتريكل المفروض يبقوا فاتحين لما الدم يندفع من الاتري الفنتريكل، وهذا يحدث في فيز 7 8 1 اهي. وطبعا هم ورا بعض، لو انا عاوزها سايكل يبقى هتكمل كده كان فاتح 7 8 1. ادي رابع سبب ليه قلت لك حب 7 8 1، ان هم اللي بيفتح فيهم الاتري فنتريكولار فالفز، لان الدم جاي من الاتري رايح للفنتريكل، يبقى لازم الاتري فنتريكولار فالفز يبقى فاتحين، في الباقي كله واقفين الخمسه الفاضلين. طب نيجي للسيميليونر فالفز بنفس المنطق، افتحوا في ثلاثة ويقفلوا في خمسة. امتى المفروض يفتحوا؟ لما الدم يبقى السيميليونر دول بيفصلوا الفنتريكل عن الاورطة والبلموناري، يبقى بنفس المنطق لما الدم يبقى جاي من الفنتريكلز ورايح للاورطة والبلموناري، وهذا يحدث في الماكسيمم ايجكشن. عد معايا وراها ريديوسد ايجكشن للاوائل بقى، والبروتوداستوليك اللي هي القصيرة اللئيمة نمرة 5. أهم معلومة في السايكل يا أولاد، إن الأورتيك والبرموناري فالفز لنغلق بنهاية السيستول، وهو ما يبدو منطقي، وإنما بنهاية البروتوداستوليك. يبقى كانوا فاتحين في الماكسيموم إيجكشن ديوز إيجكشن آند بروتوداستوليك، وبعدين يقفلوا. يبقى 3 4 5 3 4 5 بيبقوا فاتحين اهو 3 4 5. يبقى اي طالب بيفكر معايا توقع في الماكسيمم ايجكشن والديوز ايجكشن. لا
لكن الاوائل عرفوا كمان البروت دايستوليك والخمسة الباقيين قافل. يبقى ده فاتح في 3 7 8 1 لما الفنتيكل بيتملي من الاتريال الاتريال يفتحوا، والسيميلور فاتحين في 3 4 5 لما الدم يبقى جاي من الفنتيكل رايح للاورطه ماكسيمم اجكشن اجكشن ومعاهم بروتو دايستوليك لانه بينغلق بنهايه البروتو دايستوليك. يبقى ده فاتح في 3 وده فاتح في 3، يبقى في 2 فيهم هما الاثنين قافلين. ده سؤال مسكيه مهم جدا اللي هو الايزومتريك كونتراكشن والايزومتريك ريلاكسيشن. ايزومتريك كونتراكشن 2 وايزومتريك ريلاكسيشن 6 اللي هو قلنا ده فينتيكل از نو مور ذان ا كلوزد تشيمبر، كل الفالفز قافله. يبقى 3 فاتح فيهم الاتريوم فينتريكولار لما الفينتيكل يبقى بيتملي بالاتريا 7 8 1، 3 فاتح فيهم السيميليونر لما الدم بيندفع من الفينتيكل الى الاورتو بالموري 3 4 5، واثنين هما الاثنين قافلين فيهم 2 و6. من اهم الاسئله في الام اس كيو يا اولاد افتح ودنك معايا. في 2 فيزز فيهم all valves are closed لكن لا يوجد اي فيز، لا يوجد اي فيز، لا يوجد اي فيز مش عاوز عبط في الام اس كيو فيهم الاثنين فاتحين تبقى مسخره. يبقى البلاد في حيز بيس هيمشي في انهي اتجاه؟ اوعى دي تبقى تختارها صح. مفيش فيز واحده في الثمانيه فيهم الاثنين فاتحين، في اثنين قافلين في الايزومتريك كونتراكشن والايزومتريك ريلاكسيشن، لكن مفيش اثنين فاتحين ابدا ابدا، مفيش العبط ده. قلت لما الفالفز بتقفل بتدي الساوندز التغير السادس. الهارت ساوندز اللي بنسمعها بالستيثوسكوب سماعه، وللزملاء ستيثوسكوب مش معناها سماعه. ستيثو يعني تشست صدر، وسكوب يعني منظار. لان اول استخدام للسماعه كانوا بيسمعوا اصوات النفس الصدر فسموها ستيثوسكوب، لكن مش ترجمتها سماعه. دي فقره المعلومات العامه يا اولاد. طيب انغلاق الاتريوم فينتريكولار فالفز لما بيقفل اهو، كان فاتح وقفل، كان فاتح في 7 8 1 وقفل، دي تدي الفيرست هارت ساوند. انغلاق السيميليونر اللي هو في القصيره المكيره ماكسيمم اجكشن ريدوس اجكشن بروتوستوليك بيدي السكند هارت ساوند. يبقى الفيرست سببه الاتريوم فينتريكولار وده سببه السيميليونر فالفز. عامل لها طريقه جميله كده في عجاله يا اولاد، في عجاله. الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند هم مهمين. طريقه لا تنسى من طرق العبد الله كثيره. السكند هارت ساوند يا اولاد كل حاجه فيها بحرف الاس، سببه سادن كلوجر اوف سيميليونر فالفز. يبقى بالعقل، بالعقل الطالب ذكي، يبقى الفيرست هو اللي سببه الاتريوم فينتريكولار سادن كلوجر. قلت القفل هو اللي بيدي صوت. اما ضيف بيجي لكم ما بتاخدش بالك وهما بيفتحوا الباب، بتاخد بالك الباب اتقفل. يبقى السكند سيميليونر فالفز، انما ده اتريوم فينتريكولار. السكندز بيحصل بعد السيستول ما ينتهي، قد اند اوف سيستول. خلاص؟ وبنسمعه فين؟ نحط سماعه احسن ما يمكن فين؟ الاورتيك والبلمونري فالفز فوق في الهارت، راكبين فوق الهارت، في السكند انتركوستال سبيس. احسن حاجه. الاورطه دي بقى نقطه مهمه في الام اس كيو، هشرح الكلام ده على فكره المحاضره القادمه ما تقلقش، ده بس بوريها لك في عجاله كده. الاورطه بيتسمع في السكند رايت مع انه طالع من ليفت فينتكل. والبالمونري بيتسمع في السكند ليفت مع انه طالع من الرايت فنتكل. ليه؟ اوريها لك في عجاله كده. الاورتا والبالمونري فوق الهارت عاملين كده، فاللي طالع من الشمال صوته بيسمع يمين، واللي طالع من اليمين البالمونري صوته يسمع الشمال، هم راكبين فوق الهارت كده. This why الاورتا انغلاقه في السكند رايت مع انه هو بتاع ليفت فنتكل، والبالمونري السكند ليفت. السكن بيبقى شورت، بياخد فيز واحده بس. اللونج بالعكس، الفيرست هيبقى لونج، وبعدين بحفظها بطريقه جميله. اللي لونج اللي هو الفيرست، يعني انت حفظت انه في عندك 5 اس في السكن. السكند هارت ساوند سادن كلوجر دي اهم اس فيهم في الام اس كيو. السكند سيميليونر فالفز سادن كلوجر اوف سيميليونر فالفز بعد ما السيستول يخلص، هو طبعا مش بعد السيستول بالظبط، بعد البروتو دايستوليك، يتسمع احسن ما يكون في السكند انتركوستر وهو شورت. يبقى ده لونج الفيرست.
اللي لونج هو اللي لو بيتش، يعني الترددات قليله ويتسمع ات ذا وورد لاب. عارف لما نحط سماعه نحس ان احنا بنسمع واحد تحت بيتكلم بيقول لاب دب لاب دب لاب دب. فالفيرست هو اللي لاب. يبقى انت اما تقول ده شورت قول ده لونج، تكمل ال ال بقى ده لونج لو بيتش ات ذا وورد لاب، يبقى ترجع لده شورت يبقى هو ده اللي هاي بيتش حاد، صوت حاد التردد عالي يبقى صوت حاد يتسمع ات ذا وورد لاب. دي احسن طريقه. انا مش هشرح الهارد ساوند دلوقتي، انا هشرحها في المحاضره القادمه، بس يعني عشان اديك فكره انها سهله. انا عاوز معلومتين دلوقتي، ان الفالفز بسبب اسف الساوندز الفيرست والسكند هم المهمين، في ثيرد وفورث اقل اهميه هنقولهم في المحاضره القادمه، دول سببهم سادن كلوجر، واحده للسيميليونر واحده للاتروبنتيكر، وحفظتها لاجيال ذهبت واذا كان في العمر بعض من البقيه لاجيال القادمه. السكند سببه سيميليونر، السكند سادن كلوجر اوف سيميليونر كلهم بالاس، بعد ما يخلص طول حقيقه الامر بعد ما يخلص البروتوديستولي يتسمى احسن ممكن فوق مش تحت في السكند انتركوستال سبيس، وبعدين شورت شورت. يبقى الفيرست نط على الناحيه الثانيه لونج، اللي لونج هو اللي لو بيتش هو اللي لاب، ارجع ثاني يبقى الشورت هاي بيتش لاب. ده التغير السادس. تغير سابع كورونري بلاد فلو. في نقطة يا الفيصل في النجاح يا ولد، كورونري بلاد فلو معظمه بيحصل في السيستول ولا في الدايستول؟ من الشرح اللي أنا شرحته، الكورونري بلاد فلو في السيستول ولا في الدايستول؟ طالب ذكي قال لي أنت قلت إن في أثناء السيستول بيبقى الكورونري فيسلز مقفولة، الفنتركل ضاغط على الكورونري، فرصه الكورونري بلاد فلو تحصل فتره الدايستول. خصوصا قلت مين اللي بيعاني اكتر، اللي هو جنب الفنتركل فوليوم، البريشر بلاد جوه اليومن بتاع الفنتركل، فاكتر حته مضغوطه اللي هي الساب اندو كاردير. عشان معظم الانفاركشنز في العالم بتحصل في الساب اندو كاردير تحت الاندوكارد، دي اوحش حته. ففرصتها تاخد في الدايستول، فرصتها تاخد فين؟ في الدايستول. واللي فاهم الويند كيسل افكت، الويند كيسل افكت اللي هو اللي قلنا بعد الالاستيك ريكويل باورطه بيعلي البريشر، ده كان بيحصل في فيس 6 اللي هو ايزومتريك ريلاكسيشن فيس. ادي اعلى كورونا بلاد فلو الايزومتريك ريلاكسيشن فيس اللي هو فيز رقم 6 اهي، هو ده الويند كيسل افكت في 6 ايزومتريك ريلاكسيشن. مصادفه جميله. طب اقل بلاد فلو فين؟ في الايزومتريك كونتراكشن فيز 2. يبقى حلو، يبقى في كورونا بلاد فلو الاثنين ايزومتريك، اعلى اكتر فلو في الايزومتريك ريلاكسيشن، اقل فلو في الايزومتريك كونتراكشن، اكبر فلو. ده دول سؤالين ام اس كيو. طب بص هقول لك بثلاث طرق، لما يقول لك اعلى كورونا بلاد فلو امتى؟ ثلاث اجابات صح، ايزومتريك ريلاكسيشن صح، دايستول صح، ايرلي دايستول اصح، انما مش ستول. معظم الكورونا بلاد فلو في الدايستول. طب الاصح ايرلي دايستول. طب اصح الاصح في الايزومتريك ريلاكسيشن بسبب الويند كيسل افكت، اقل بلاد فلو في الايزومتريك كونتراكشن. وبعدين افهم بقى، يعلى علو طفيف للاوائل في الماكسيمم ايجكشن ويقل، هو كله قليل هنا بس يعلى شويه شويه بعد الايزومتريك كونتراكشن اللي هي اقل فلو المينيمال فلو، يعلى شويه في الماكسيمم ايجكشن ويقل شويه في ريديوس ايجكشن. عارف ليه؟ لان انا قلت الكورونايز برانشز من الاورطه، والاورتك بريشر بيزيد في الماكسيمم ايجكشن ويقل في ريديوس ايجكشن. فطبعا برغم ان في ضغط لكن البريشر عالي، فبيزود شويه في الماكسيمم ايجكشن ويقلل في الريديوس ايجكشن. لكن معظم الفلو في الداستول الاصح ايرلي داستول، الاصح ايزومتريك ريلاكسيشن مع الويند كيس الافكت، واقل فلو في الايزومتريك كونتراكشن. دي الاسئله الام اس كيو حافظها وورد وايد وحفظتها لك اهو. اعلى كوروناري بلاد فلو داستول ايرلي داستول ايزومتريك ريلاكسيشن بسبب الويند كيس الافكت للزملاء، اقل فلو في الايزومتريك كونتراكشن. التغير الاخير، عايزين نحط الاي سي جي
على الكاردياك سايكل. طيب سؤال تافه جدا، ايهما اسبق؟ جاوب الاجابه دي، سؤال منطقي، الكهرباء ام الاضاءه؟ يعني هل الكهرباء تروح اللامب الاول ولا اللامب بينور الاول؟ تفتكر ايه؟ طبعا الكهرباء توصل عند نور، اي حاجه الكهرباء توصلها بعدين تشتغل. طب ما الهارت نفس الفكره، الهارت شغال بالكهرباء، الاي سي جي دي كهرباء الهارت، يبقى لازم الهارت يتكهرب وبعدين ينقبض. طيب كهرباء الاتريا يعني ايه؟ بي ويف. يبقى ليه الاوائل البي ويف مش تبتدي مع الاتريال ستول فيز اللي هو نمره واحد؟ البي ويف تبتدي 2/100 من الثانية قبل الاترال ستول. وبنفس المنطق الكيو ار اس كومبلكس اللي هي كهربة الفنتيكل تبتدي 2/100 من السكن، نفس الرقم 2/100 قبل بداية الكونتراكشن بتاع الفنتيكل اللي هو الايزومتريك كونتراكشن اللي هو الفيز رقم 2. البي ويف مجرد مصادفة يا اولاد، مصادفة. البي ويف بتبتدي في فيز رقم 3، هنا ما تتشرحش، تبتدي في الفيز رقم 3 والتوب في الفيز رقم 4. وبعض الناس يقول لك الاندف في 5 بعضهم في 6، ملهاش قيمه، لان ما فيش علاقه بين الريبولاريزيشن والميكانيكال تشينجز، انما في علاقه ما بين الديبولاريزيشن والميكانيكال، لان هو اللي بيعمل ميكانيكال تشينجز. الاترال ديبولاريزيشن هو اللي بيعمل اترال ستول، يبقى لازم يسبق الاترال ستول فيز 1 2/100 من السكن. الكيو ار اس الفنتريكولار ديبولاريزيشن هو اللي بيعمل فنتيكولار ستول اللي هي بتبتدي بالايزومتريك كونتراكشن ب 2/100 من السكند. انما التي ويف اللي هو ريبوزيشن لا، مجرد مصادفه بتبتدي في 3 والتوب في 4 واختلفوا فين الاند بتاعها. دول التغيرات 8 يا اولاد. So we have 8 phases. 8 phases and 8 changes. ليه انا عملتها لك في الجدول الرائع ده يا اولاد؟ اهو هذا الجدول اللي هو قلت من فضلك نزله من على الصفحه وصوره، ادفع فلوس زياده شويه، قول لهم عاوز تكبره لي اكبر، يعني لو تقدر تعمله لي نص متر في نص متر يبقى كويس، واروح كده في الاوضه بتاعي علقه وقعد رايح جاي عليه. ده بيلخص كل الثمان حقائق. سؤال الكاردياك سايكل يا اولاد بيجي بطريقتين، يا اما الطريقه اللي انا شرحت بيها يقول لك تغير معين وقوله في الايت فيزز اهم التغيرات، فنتريكولار بريشر نمره واحد لو كنت واخد بالك، وبعدين فنتريكولار بريشر واورتيك بريشر وايترال بريشر، ثلاثه بريشر اهم، وخدنا الفوليوم بس في الفنتيكل. دي التغيرات المهمه، تغيرات اقل اهميه اللي هم الاي في فالفز ولما تقفل تدي الساوندز والاي سي جي والكروني بلاد فلو، فيجيب لك تغير في الثمانيه فيزز، ادي طريقه. او يجيب لك فيز معين ويقول لك قول لي الثمان تغيرات اللي فيه، دي الطريقه الاصعب، اصعب في الشرح واصعب في الاجابه، بس الجدول حلها. دي سؤال انا حطيتها جدول، عاوزها بالعرض اهو، عاوزها بالطول اهو. واحد يقول لي انا خدت بالك انك انت قلت لنا في ثلاث طرق. الطريقه الثالثه عاوز اطالب اسئله. في طريقه ثالثه برضو الجدول بيجاوبها يا اولاد. خد بالك، سهله جدا. احنا كنا قلنا يا اولاد انه الفنتريكل بيملى في كام فيزس؟ او الاول بص، الفنتريكولار ستول والفنتريكولار داستول. الفنتريكولار ستول كان 3 فيزز 3/10 من الثانية. مين هم الثلاثة فيزز؟ ايزومتريك كونتراكشن، وبعديها ماكسيموم ايجكشن في ريديوسد ايجكشن. ففي الفنتريكولار ستول ممكن يجيب السؤال بطريقتين، اتكلم على الايزومتريك كونتراكشن فيز بتاع الفنتريكل، ده سؤال. السؤال الثاني بقى اللي هو الخبيث اللئيم، اتكلم على الايزوتونيك كونتراكشن اوف ذا فنتريكل. طالب فاهم، ايزوتونيك يعني الفوليوم بيتغير، تنشر الفنتكل بينقبض في 3 فيزز، اول واحد ايزومتريك وبعدين ماكسيمم ايجكشن او الفوليوم بيتغير، ريديوسد ايجكشن عند الفوليوم بيتغير، يبقى هم دول الايزو
tonic contraction of ventricle. يبقى سؤال السيستول سؤالين. ايزومتريك كونتراكشن ده خلاص ده واضح. ايزومتريك كونتراكشن هو ايزومتريك كونتراكشن واسمه ايزومتريك كونتراكشن. انما السؤال الصعب قول لي الايزوتونيك اتكلم على التشينجز ديورينج ايزوتونيك فينتريكل كونتراكشن. طب ما خدناش الاسم ده ازاي يا بابا؟ هو ده ايزومتريك وبعد كده انقبض ماكسيمم ايجكشن وديوز ايجكشن هم دول الايزوتونيك الفوليوم بيتغلق يبقى ما هوش ايزومتريك دول ايزوتونيك تنشن هو اللي سال. فمجاوبها لك في الجدول فوق. لو طلب الايزومتريك قال الايزومتريك لو طلب الايزوتونيك تاخد ماكسيمم ايجكشن في ديوز ايجكشن. نيجي اصعب قليلا اللي هم داستول. احنا قلنا يا اولاد الفنتريكل بيملى في فيزيس ايه اللي قلت تحبوها ده خامس سبب ليه تحبوهم 7-8-1 الفنتريكولار داستول بيملى في 7-8-1. فعشان كده قسموا الداستول الى بيملى في 7 وفي 8 وفي 1 يبقى بالترتيب 7 كان اول فيز يملى فيه ايرلي وبعدين 8 100 داستول وبعدين 1 ليه داستول. وخد بالك هم ورا بعض سايكل سايكل 7-8-1 الفنتكل بيملى في 7-8-1 يبقى هنقسم الفنتكل داستول ايرلي 100 ليت. يبقى لو قال لي اتكلم على الليت يبقى اتكلم على فيز 1 على الميد يبقى على فيس 8 على الايرلي داستول يبقى فيس 7. خد بالك بقى هنا في وقعه. طب في تو فيز سقطوا سهوا ما تحطوش سيستول على الداستول اللي هم 5 و6 فضموهم مع الايرلي داستول. يعني تاني انت تحفظها ازاي؟ هو بيملى في 7-8-1 ايرلي ميد ليت يبقى 1 ليت 1 ليت 8 ميد الايرلي ما تقولش 7 بس 5 و6 و7. دي الطريقة التالتة والأصعب للكاردياك سايكل وأنا حافظ الأسئلة وورد وايد نظري وشفوي وكله. دي سوايت كورس معتبر ولا أزعل على الإطلاق إن الزملاء الصغارين بقول يستفادوا من هذه المحاضرات ويميتيت يحاكوا اللي بقوله ويستخدموا ورقي وكل حاجة ما بتزعلنيش. حتى الخط بتاعي شوية في الإنجليش معتبر الطلبة بتحبه شوية ومعروف الخط كبصمات الأصابع يعني بص هذا خط الدكتور ناجي. تاني يا أولاد يبقى كم طريقة الأسئلة؟ 3 يجيب لك تغير تغير معين فيه راح في الورق يلا تغير معين أو هلاقي حالة راح كمية لخبطة حوالينا معلش معلش هلاقيها دول تغير معين في فيز معينة متخيلين شكل الجدول معلش مش لاقيها دلوقتي ما اعرفش بقى كمية ورق حواليها جامدة شوية. يبقى تاخد تغير معين في التمانية فيزس دي طريقة يبقى هتاخد الجدول بالعرض وهي الطريقة الأسهل في الفهم والأسهل في الإجابة. الطريقة الأصعب إن يقول لك لا قول لي مش كده أنت تقول لي فيز معينة التمن تغيرات اللي حصلوا فيه فيز معينة التمن تغيرات اللي حدثوا فيه. دي طريقة أصعب في الشرح وأصعب في الإجابة ثم أصعب طريقة وعاوزة فيها ما يجيبلكش خالص أسماء الفيزيس والكلام ده لا مش عاوزين الكلام ده خالص. ما ليعمل إيه؟ يجيب لك حاجات انت متعرفهاش يقول لك فنتريكولار ستول اتكلم لي على الايزومتريك فنتريكولار ستول. هنا الاسم واضح الستول بيحصل في فيز 2 3 4 فاكر الفنتريكولار ستول 3 فيزيس بياخدوا 3/10 من الثانية 2 ايزومتريك وبعدين ماكسيمم ايجكشن فور ديوز ايجكشن يبقى هم دول ايزوتونيك اهي اجابه السؤال. الداستول اصعب شويه يبقى لو قال لي ايزومتريك فنتريكولار ستول يبقى فيز 2 ايزوتونيك فيز 3 4. طب قال لي فنتريكولار داستول احنا قلنا الفنتريكل بيملى في الفيزس ارقام 7 و8 و1 وعليه قسموها الى ايرلي وميد وليت. يبقى لو قال لي ليت يبقى فيز 1 اتل ستول ميد يبقى فيز 8 اللي هم ريديوس فيلينج ايرلي تبقى دي اصعب واحده لان 7 وخدوا معاها 5 و6. بعدين قول لي بقى في عجاله لكم سبب يجب يا اولاد تحب 5 تحب 7-8-1 عرفناهم دلوقتي 7-8-1 هم دول الثلاثه فيزس اللي بيملى فيهم الفنتريكل. طيب ثاني سبب ان هو دي طريقه الاسئله
7 8 1 7 يبقى ايرلي و8 يبقى ميد و1 يبقى ليت. هما دول الثلاثة فيزس اللي بيزيد فيهم الفنتريكولار فوليوم. هما دول الثلاثة فيزس اللي فيهم الاتريال بريشر. الاتريال بريشر الصغير بيتخطى الفنتريكولار بريشر الكبير. 7 8 1. خامس حاجة هما دول الثلاثة فيزس، الثلاثة فيزس اللي بيفتح فيهم الاتروفنتريكولار فالفز وبيقفل في 45. تاني اقول الخمسة دول تجميع حلو قوي. 7 8 1 اللي قلت لكم حبوهم. هما دول الثلاثة فيزس اللي بيملى فيهم الفنتريكل في 7 و8 70% وفي 1 30. عشان كده قلنا المين فانكشن اوف اتريال بلاد ريزرفوار. وعليه هما دول طريقة الأسئلة ايرلي وميد وليت. 7 8 1 يبقى واحد ليت، تمانية ميد، سبعة ايرلي. تالت حاجة هما دول التاتا فيزس اللي بيزيد فيهم الفنتريكولار فوليوم. رابع حاجة هما دول التاتا فيزس اللي فيهم الاتريال بريشر الصغير فقط بيتخطى الفنتريكولار بريشر العالي. خامس نقطة هما دول التاتا فيزس فقط اللي بيفتح فيهم الاتريو فنتريكولار فالفز لما يبقى الدم جاي من الاتريال فنتريكل. ادي الخمس حاجات. بينما طبعا ما تنساش أهم معلومة في السايكل، هعيدها وهختم بيها تاني يا أولاد. أهم معلومة في السايكل الأوائل إن الأورتيك بريشر لا ينغلق بنهاية السيستول وهو ما يبدو منطقي، وإنما بنهاية البروتو داستوليك فيز. يبقى very short phase between the end of systole and the closure of aortic valve. قصيرة لئيمة. ولا تنسى من المعلومات الجميلة في الاتريال بريشر، قلناها لك ان البالج اوف كاس بحرف السي بيدي البوزيتيف سي، الديكلاين اوف كاس بيدي نيجاتيف سي. البريشر ما بينزلش للزيرو وما بياخدش الاخر فيز، بينزل تحت الزيرو، فده بيساعد الفينس تيرن. يبقى انقباض الفنتكل في الماكسيمم ايجكشن زي ما بيزود الدم اللي خارج من الفنتكل، قلت البابيلاري ماسل بتنزل الكاس وتخلي البريشر نيجاتيف في الاتريا يساعد الفينس تيرن، يعني الطاقة ساعدت خروج ودخول الدم. ثم نقطة تاني للزملاء، ان عندي ده كروتيك نوتش عند الكلوجر اوف اورتيك فالف في نهاية خمسة بروتوداستوليك، راس السبعة في نهاية البروتوداستوليك، يعقبها ده كروتيك ويف الاستيك ريكويل اوف اورتا اللي بيسموها ايه؟ ويند كاسل افكت، ان البريشر ابتدى يزيد في الاورطه في الايرلي داستول عشان الكورونا اللي كانت بتتدور جوه عندي، اللي مفيش دم في السيستول وما تاخدش الدم بتاع في السيستول تاخده في داستول، معظمه ايرلي ان داستول بسبب الويند كيسل افكت. دي واحد من اهم المحاضرات في الكارديولوجي، عاوزك تسمعها مره ومره ومره وتكبر الصور اللي نزلتها لك وتحطها على الحائط وتشوفها كتير. لا يمكن هتبقى دكتور كارديولوجي كويس من غير ما تبقى فاهم الايفنتس، كاردياك سايكل ايفنتس، 8 فيزز اند 8 تشينجز، حطيتهم في جدول تاريخي بقاله سنين طويله. وفي الاخر بشكركم من اجل حسن انصاتكم ومن اجل وقتكم، واتمنى ان اكون قد افدتكم وألقاكم على خير بإذن الله إذا كان في العمر بقية وصح. أنا هغادر المنطقة اللي أنا فيها وهنبتدي بقى في صورة الريزوليوشن، هيبقى أحسن بس مش هنشوف بعض كتير. شكرا، سلام عليكم.